السلام عليكم باشمهندسين. باشمهندسين الأعزاء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا باشمهندسين، أخباركم؟ الحمد لله بخير، ازيك يا هندسة؟ الله يخليك، تمام الحمد لله. الكل جاهز؟ جاهزين نبدأ إن شاء الله؟ تمام. أوكي، نتوكلنا على الله. بداية كده، في أي سؤال، أي استفسار عن أي حاجة قبل ما نبدأ إن شاء الله؟ حد لأي استفسار عن أي شيء قبل ما نبدأ؟ طبعا كان في عندنا ده الجروب بتاعنا، تمام. كان في هنا بعت لكم المحاضره اللي فاتت، او بعت لكم اعتقد امبارح تقريبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته باشمهندس ايمن، اهلا بيكي. بعت لكم صوره كنا عملناها امبارح، ريندر. طبعا باشمهندس ايمن، اتمنى تكون انت عدلت الاضاءه عندك، مشكله الاضاءه عندك كنا بعتناها، وان كان عندك اوريدي هي ظاهره، لكن هي ما كانتش الاي اي اس مناسب، محتاج اضاءه اعلى شويه. ممكن بعت لحضرتك رد عليها، تمام. بالنسبه لريندر، عملت ريندر للارضيه بتاعتنا دي، كانت المشكله بتاعت المحاضره اللي فاتت كنا واقفين عليها. الارضيه دي كانت هي مشكلتها حاجه، يمكن انا فتحت الماتيريال كده، فتح البرنامج قدامي، ممكن كنت مستغرب جدا من كميه الماتيريال بتاعتها، يعني كل دي كانت اعتقد هي دي الارضيه. فلو خدتوا بالكم من المشكله اللي كانت موجوده، يعني بصراحه طلعت روحي شويه لحد ما وصلت القصه دي، ان هو مكرر الماتيريال كتير قوي. يعني هي دي الماتيريال اهي، هي نفس الماتيريال، اوكي، دي ماتيريال كده اهي، متكرره كتير قوي، تلاقيها متكرره اكتر من مره، اوكي. ممكن يكون كان شغال على مالتي تكستشر او حاجه، ومقسم لاجزاء ومدي كل جزء ماتيريال بتاعته، لان واضح ان هو عملها 17 جزء، تمام. وممكن ال 17 جزء دول يكون المشكله ان هو كان عاملها مالتي تكستشر، او مقسمها هو بلاطات، تمام. فهو عم كررها 17 مره، فانا كل اللي عملته ان انا فصلت منهم واحده اهي واشتغلت عليه، فديتني البلاطه بتاعتي او الارضيه اللي عندي دي بس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته باشمهندس فريال، اهلا بيك. فهمنا كده يا جماعه؟ فدي كانت المشكله اللي عندنا في جزئيه الارضيه، ليه ما كانتش عايزه تشتغل؟ هو كان عاملها مكررها، واضح ان هو كان عاملها بلاطات متكرره، ومدي لكل بلاطه ماتيريال زي ما انتم شايفين كده. عادي يا باشمهندس محمد، باخد منها كوبي، يعني ممكن اخد الماتيريال دي كده، دي الماتيريال دي كنترول مع دي كده، واسحبهم بالشيفت اطلعهم كوبي كده في الجنب اهو، عادي جدا، ما عنديش مشكله خالص، اوكي، تمام باشمهندس ابو بكر. فدي كانت المشكله بصراحه، طلعت روحي لحد ما وصلت لها، يعني كنت استغرب جدا. وبعدين لما قعدت رجعت كده لقيتهم مقسمها 17 جزء زي ما قلت لكم كده، فاستغربت، انا عندي البلاطه مش متقسمه 17، يعني هو هنا فين ال، بص هو مقسمها 17 جزئيه، فواضح ان هو مقسم الارضيه او مفصلها، او حضرتك ارضيات متجمعه مع بعضها الله اعلم. فطبعا واخد 17 جزئيه ب 17 بلاطه ب 17 ماتيريال، فده اللي كانت المشكله عندنا. احنا كان عندنا كلها بلاطه واحده، فهي كانت عايزه ماتيريال واحده بس مش ال 17. دي كانت المشكله بتاعت الماتيريال بتاعت المحاضره اللي فاتت. النتيجه بتاعتها زي ما انتم شفتوا كده، الارضيه ظهرت اهي عندنا واضحه جدا، خلاص بتكرار بتاعها، ماشي، خلاص ظبطناها الحمد لله. ويمكن عملت ريندر كده سريع لل، ممكن نكبر الشاشه كده شويه، تمام، ليه جزئيه الركنه زي ما انتم شايفين كده، اعتقد الماتيريال تمام. بس طبعا انا ما غيرتش لون الحيطه، لون الحيطه لا مش لحظه بس باشمهندس ايمن، لون الحيطه طبعا انا سبته غامق، ما غيرش اللون، فاتح وغامق، نسيت بصراحه اغير اللون، كنا متفقين ان احنا فتح، عشان طبعا ما دام الماتيريال جت عندي غامقه فيفضل الحيطه تكون فاتحه عندي، تمام. الارضيه اعتقد كويسه جدا، ما فيهاش اي مشكله خالص، تمام، هي بس غير الحيطه، وانا غيرت الحيطه الحمد لله، تمام، وظبطنا الدنيا بتاعتنا، مفيش فيها مشكله. اعتقد ان الشوت بنسبه هنقول 90% مظبوط، مش هنقول بقى نسبه 100%، لان لسه في بعض التعديلات اللي احنا عايزين نعملها، خلاص عايزين نظبطه. الاباليك هنا باينه عندنا زي ما انتم شايفين كده، الاباليك مظبوطه. طبعا هنا ده عشان ده اتنين فوق بعض، يعني ده فيه دوبليكيت، يعني الجزء ده برده كان فيه دوبليكيت هنا، فانا شلت واحد بس. بيني وبينكم حبيت موضوع الغمقان اللون ده نظبطه شويه، تمام. فغمقت الازاز بتاعه عشان هو شفاف هنا قوي، حاولت اغمقه سنه يبقى في نوع من الشفافيه شويه. النجفه زي ما انتم شايفينها طبعا الستانلس ستيل بتاعها جميل جدا، والانعكاس بتاعها بتاع الاضاءه والحاجات دي كلها ماتيريال ممتاز، تمام. اعتقد ان الدنيا الحمد لله، الشوت بالنسبه لنا ده كتجربه او تيست ريندر، اعتقد ان هو كويس باذن الله. في حد كان كلمني على حاجه بس انا استغربت بصراحه منها، يعني في حد كان باعت لي سؤال هشوفه بس هنا كده، استغربت بيقول لي هنا مش عارف مين، بيقول لي تقريبا مش عارف باشمهندس ابو بكر باين،
بقول لي باشمهندس مش عايزين ننسى نعمل فرفرجيه للشباك والتراس. اوكي؟ موضوع الفرفرجيه للشباك والتراس ده حاجه خارجيه، يعني دي اكستيريور خارجيا. احنا مش شغال خارجي، احنا شغال داخلي. تمام؟ فانا هعمل الحديد هعمل بيه ايه؟ تمام؟ يعني انا مش محتاج ان انا هشوفه من الداخل. لا، الفرفرجيه هعمله لو انا ببص من بره. لو انا باخد الواجهه بتاعت العماره، تمام؟ فالفرفرجيه هيظهر معايا. تمام؟ انما هنا انا جوه ببص الاوض من جوه، انا مش هشوف الفرفرجيه. تمام؟ الفكره في ايه؟ اللي انا بقول كده ايه؟ انا مش بنتقد الراي، لا، انا بوضح، بحب اوضح معلومه. ليه؟ عشان ما اضيعش وقتك ومجهودك في حاجه مش مستخدمه او مش لازمه. بعض الناس للاسف هو ما يعرفش، فيقعد يضيع وقته ومجهود ان هو يعمل فرفرجيه بقى ويظبط ويعمل. طب ليه اصلا هو مش داخل معايا في المشهد؟ فاهمنا؟ دايما يا جماعه لما باجي اشتغل في الشغل بتاعي بقول له كده، يا باشمهندس انت هتشتغل ايه؟ تمام؟ انت هتشتغل ايه سعادتك؟ سعادتك هتشتغل انتيريور ولا اكستيريور؟ تمام؟ انا شغال انتيريور، يبقى حضرتك اهتم بالانتيريور بس جوه الحيطان. بره الحيطه في ايه؟ مش بتاعي، ما يهمنيش. تمام؟ بلاش تضيع وقتك ومجهودك خلاص في حاجه اوريدي هي مش داخله في الشط او مش مطلوبه عندنا اساسا. فهمنا كده يا باشمهندسين؟ ده طبعا بس للايضاح ليس اكثر يعني. طيب تعالوا بقى نشوف شويه التعديلات بتاعتك الفاضل عندنا كده، كام حاجه بنعملها. بسم الله، نظهر بس الحاجه بتاعتنا كده. طيب في حد قايل لي اسئله ثانيه؟ انا علقت على الكام حاجه اللي كانوا اولا لاحظتهم. في حد لاقي استفسار عن اي حاجه ثانيه؟ حد لاقي استفسار عن اي شيء ثاني؟ طيب انا كنت عملت رندر قبل ما ابدا الليكتشر دي، كنت انا على ما صليت بقى المغرب والعشاء كده عملت رندر ثاني لجزئيه الديننج روم اهي. انا طبعا ما نزلتهاش لسه خلصانه من شويه. اوكي؟ ده الرندر بتاع شايفين، طبعا هو واخد مني لو بصيت على التايم فوق اهو 31 دقيقه. تمام؟ 31 دقيقه يعني نص ساعه تقريبا، فاعتقد الرندر التايم بتاعه كويس. ظبطت شويه حاجات، شويه ان انا غيرت لون الحيطه خلاص، ظبطت الاي اي اس هنا كده. طبعا المرايه دي اعتقد اوفر قوي، فمحتاجين نغير المرايه دي بحاجه ثانيه، لان كان بقى في هنا مرايه. تمام؟ مش تابلو يعني، ده كان فاكرينه تابلو او ساعه، فلا، فالمفروض بقى نشيل دي ونحط ساعه او نحط تابلو مكانها. يعني هنشيل المرايه دي خلاص، اعتقد مكانها كده غير مناسب. تمام؟ بقاش في مرايتين كده، الموضوع مش ظريف. وانا كنت قلت لكم الحيطه دي كنت عايز اعمل فيها جزئيه رخام. البلوك بتاع، لاحظت برضه ان البلوك هنا مش مظبوط خلاص، البلوك بتاع الصالون. تمام؟ عينيا يا باشمهندس ابو بكر، ابعت لي الصوره انا احطها حتى التابلو دلوقتي عادي. يا سلام يا هندسه، ده تؤمر يا هندسه. البلوكه دي مش شغاله كويس، معرفش ليه مش عايز تظهر معايا. المهم انا عدلت شويه حاجات في الاي اس واللون، ممكن مثلا لو خدت جزئيه كده عشان بس ما نضيعش وقتنا، حتى غمقت الشاشه شويه، ممكن اخد الجزئيه دي كده بس. وغيرت الزرع طبعا. تمام؟ غيرت الزرع بالنسبه لي، لان الثانيه انا كنت حاسس انها عامله زي الشتله. ممكن انا قلت لكم الكلام ده كله، واعتقد ان لو وريتكم البلوك هنا بسم الله، انا طبعا نقلت الشغل كله بتاعه على الديسك توب عشان السرعه، لان اشتغل برضو على الاس اس دي افضل من اشتغل الهارد العادي. فانا نقلت الفايل كله، يمكن ده مديني سرعه شويه في الشغل الحمد لله. لان طبعا انا بقيت مستغرب من البطء، فافتكرت ان انا شغال على الهارد الجانبي مش على الاس اس دي، فطبعا كان دي غلطه مني انا، فانا صلحتها ونقلته على كده. طبعا ده الصوره اهي بتاعت الزرع اللي احنا كنا واخدينه او الشجر. طبعا شغله تحس انه شتله يعني، بص محطوط في كيس كده، ده مش شغل خالص فاز ولا الكلام ده كله. فطبعا كان افضل انا اغيره يعني، حسيت ان هو لا شكله مش ظريف، مش مناسب لينا في الشغل بتاعنا. هي بص عامله ازاي يعني، اعتقد دي مش شكل حاجه تحط في بيت يعني، واخد بالك انت؟ بص شكلها كده مش ظريف، ده نظام شتلات. فانا قلت لا، فانا حطيت زرع تاني. اخترت عندي بلوك كده، خدت منه كام حاجه، واعتقد ان الزرع اللي انا حاططها دي مش وحشه، فاز كويسه وشكلها كويس. ممكن نحط واحده هنا في الجزئيه دي كده، بما ان الجزء ده عندي فاضي، فانا ممكن استعين بشجره او بزرع من هنا. ممكن اجيب اللي هناك دي احطها هنا يعني، مش لازم الزرع هناك يعني. ماشي اوكي، عامله معايا شغل كويس، بس اعتقد ان انا ممكن انقلها هنا، هيبقى افضل بالنسبه لي. تمام؟ فهمنا كده يا باشمهندسين؟ انا كنت بعمل رندر للجزئيه دي كده. الوزره دي كان فيها مشكله انها كانت داخله جوه الحيطه، ففي هنا جزئيه بيقول عليها اللي هو الايه، الاوفرلابنج عندي، فهي عامله كده اللخبطه دي عشان في جزء الوزره دي كانت داخله جوه الحيطه ما كانتش مظبوطه. انا برضو رجعتها النهارده يعني، شفتها في الرندر. فلان هنا لو خدت بالك هنا كده هندسه، بصي هي ماشيه مع الحيطه بالظبط، مش بارزه عن الحيطه يعني. في الجزء بتاع الوزره هنا هي مش ماشيه بره الحيطه، لا هي ماشيه جوه الحيطه.
فكان عامله اوفرلاب اختلاط بين اللون البني لون الحيطه واللون الابيض بتاع الوزره، فده اللي مدي اللون البقع الاسود اللي باينه دي كده. وضحت الهندسه بالظبط كده؟ خطف في الالوان بس مش اكتر ولا غير يعني. انا ظبطتها طبعا في الريندر. تمام اوكي. ففي بالوزر اللي بره او الكورنيش باينه، اللي جوه مش باينه. لو انتوا تمام، فدي برضو حاجه ان الكورنيشه اللي جوه، احنا مين كورنيشه جوه وكورنيشه بره فاكرين؟ تمام. ففي كورنيشه مش باينه عندي خالص في الجزء الايه الداخلي. تمام باشمهندسين سامعني كده كويس؟ باشمهندسين تمام يا هندسه. طب عشان في حد بيقول لي الصوت مفيش صوت، باشمهندسين ده باشمهندسين يا ريت نرجع الصوت. لا هو كان وقت الريندر بس. وقت الريندر اوكي ماشي يا هندسه شكرا. تمام كده باشمهندسين، فدينا ايه بنرندر الجزء اللي احنا واقفين عليه. ماشي طبعا عشان ده ريندر شبه نهائي، مش هقول نهائي فيمكن متقل شويه خلاص، ويمكن طبعا مع الانترنت او الكونكشن فيمكن ده شويه. المهم بنرندر بس الحته الصغيره دي خلاص عشان نشوف النتيجه بتاعتنا هتبقى بعد التعديلات. انا غيرت طبعا لون الحيطه، رجعت اللون الفاتح وخليت البانوهات باللون الغامق اوكي، غمقت الجزء بتاع الابليك شويه يعني شويه تعديلات بسيطه، لان شايف ان هو فاتح قوي ازاز كده شفاف فغمقته سنه. تمام غمقته سنه بسيطه قوي، هتبان يمكن في الرندر دلوقتي يخلص بس كده دي مش عارف ليه هو طول قوي كده. بسم الله تمام بدا هنا اشتغل. ده ممكن يمكن عشان معلي الريندر شويه، مش مشكله كويس. تمام هنا باللون الفاتح انا عكست بقى البانو بقى بالغامق والحيطه بقت باللون الفاتح. تمام ونشوف الاي اي اس او السبوت اضاءه السبوت عامله ازاي والنتيجه بتاعتها هتبقى عامله ايه. اعتقد اضاءه الاي اي اس كويسه تمام باينه على الحيطه اهي، لسه الابليك بس يظهر، واعتقد ان اللون الفاتح افضل من اللون الغامق بالنسبه لان انا عندي الفرش بتاعي غامق شويه، ما اعرفش ده لسه معلق على السبوت. يعني اعتقد ان اللون الفاتح هيبقى بالنسبه لنا انسب شويه، اعتقد ان هو هيبقى بالنسبه لنا الانسب. ماشي اوكي يعني ما مغمقش كتير قوي تقريبا نفس الايه. ماشي خلاص اوكي ده كده بالنسبه لايه لتعديلات الاي اس. اظن الاضاءه هنا مظبوطه، الاضاءه هنا تمام، اللون تمام مظبوط بالظبط. هيفتح معانا الشوت كتير، هيبقى افضل بكتير قوي من هو غامق قوي كده، تحس ان هو غامق كتير قوي. تمام وهنا برضو في غوامق يعني، هنا حتى السفره الارضيه والحاجات دي كلها غامق، فطبعا الموضوع صعب شويه، فكان لازم بقى نفتح الايه الاضاءه عندنا او نفتح اللون عشان نقدر نظبط الدنيا عندنا. تمام خلاص اوكي ده كده بالنسبه لايه دي الجزئيه دي. طيب كان فاضل لنا حاجتين بنتكلم فيهم لو انتوا فاكرين، كنا بنعمل التلفزيون خلاص، وفي نقطه ثانيه بكم منها ان السبوت نفسه مش منور. يعني انا لو جيت بصيت كده بص السبوت هنا مش منور اهو شايفه تمام، السبوت ده مش مدي اي اضاءه خالص. يعني انت بقى لو بصيت على السبوت هنا كده مش مدي احساس ان في اضاءه خلاص. فانا عايز احط اضاءه للسبوت، وعايز احط اضاءه او احط التلفزيون بتاعي، اشغل التلفزيون بتاعي اللي احنا كنا شغالين عليه اخر مره وما كملناهوش. تمام طيب احنا كنا عملنا التلفزيون اخر مره لو انتم فاكرين، ممكن نيجي بقى هنا كده نرجع برسبكتيف تمام، ونبتدي نظبط على التلفزيون بتاعنا الشغل بتاعنا اهو اوكي. ممكن ناخده هو كده لوحده بس ونعمل له ايزوليت عشان نريح نفسنا ونخف الشوت بتاعنا شويه. ده كده نعمل له كده ايزوليت ونبتدي نشتغل عليه هو لوحده اهو. ده كده التلفزيون اللي احنا كنا شغالين عليه يا باشمهندسين، مش شايف بقى وشه من هنا، اعمل كده روتيت بس شوف الوش بتاعه اهو. احنا كنا عاملين التلفزيون بدانا كده فاكرين تمام. وعليكم السلام باشمهندسين اهلا بيكم. تمام ده كده كان التلفزيون بتاعنا يا باشمهندسين اللي احنا كنا بنتكلم عليه او اللي احنا كنا شغالين عليه المحاضره اللي فاتت، وانهينا المحاضره من غير ما نكمله. عايزين النهارده نكمله ان شاء الله ونشوف ازاي هنظبط التلفزيون وازاي هنظبط برضو جزئيه الاضاءه بتاعه السبوتات. طيب التلفزيون ده احنا كنا عملناه
كنا خلاص جاهزين ان احنا نحط عليه الماتيريال بتاعته. نجيب الشات هنا كده شويه عشان لو حد ليه سؤال ولا حاجه نشوفه. تمام، وكنا عاملين الماتيريال بتاعتنا، اشتغلنا هنا في الجزئيات توزيع الماتيريال، وكنا مدين ده الماتيريال واحد خلاص، وعملنا الباقي ماتيريال اتنين. طيب حلو قوي، خلاص تعالى بقى نبتدي نشتغل الماتيريال بتاعتنا. هنجيب الماتيريال هنا كده، سوري عفوا اهي، نفتح الماتيريال اديتور بتاعتنا خلاص. ونيجي هنا مثلا ناخد ماتيريال للتلفزيون. في الماتيريال دي بتاعت ايه؟ ده بتاعت الزرع، ماشي اوكي. طب ناخد ماتيريال كده، اي ماتيريال ونبتدي نشتغل عليها. تمام، لكن هاخد ماتيريال هنا، طبعا في ناس لسه بتحضر معانا، هاخد حاجه اللي هي مالت سب اوبجكت. تمام، لان التلفزيون عندي فيه خامتين، اتنين فقط لا غير، خامه التلفزيون كتلفزيون والاناره بتاعتي. فانا برضو بحب اريح نفسي كده واكتب التي في عشان اعرف ان دي الخامه بتاعت التلفزيون، وانا بس انا محتاج اتنين فقط لا غير، شكرا، اللي هي الخامتين بتوعي. طيب اول خامه عندي، ماشي، هاخد اتنين في ري اهو، ادي خامه. تمام ماشي، وادي خامه ثانيه اللي هي دي. تمام اوكي، هبتدي اشتغل على الخامتين دول بالراحه كده، ادي واحده ودي واحده، ادي بتاعت التلفزيون. ماشي، الخامه دي هسحبها هنا لواحد، ماشي، اللي هي الايه؟ الاضاءه بتاعت التلفزيون. والخامه الثانيه هسحبها هنا لاثنين. اوكي؟ الخامه الثانيه دي اللي هي بتاعت ايه؟ ها؟ البادي بتاع التلفزيون. ماشي؟ دي البادي بتاع التلفزيون هتبقى ايه؟ ها؟ بلاك. لأ طبعا ايه؟ معظم التلفزيونات اللي ما يكون كلها بيبقى الباك جراوند بتاعها ايه؟ بلاك. طيب البلاك ده انا عايزه لون اسود، هاجي على الديفيوز هنا كده، ولا بعد اذنك انا عايز لون اسود خالص. صح؟ اللون بتاع التلفزيون اسود، الباك جراوند بتاعه او الماتيريال بتاعته بتبقى بلاك. طيب هل في لمعه؟ اكيد طبعا في لمعه، ممكن اديله لمعه كده شويه واقدر اظبط اللمعه بتاعته مثلا على الشكل ده كده. تمام اهو، يبقى ده مثلا لمعه التلفزيون بتاعنا. ممكن نزود مثلا، نقول لا خليها لمعه اكتر شويه، وبلاش نديها يعني، ممكن ايه نغمقه سنه كده عشان يبقى طبعا هو بيبقى داكن قافل خالص، او ممكن اخليه بلاك خالص مش مشكله. عايزه بلاك صرف بس حاجه، ها، عشان بس اللمعه تظهر عليه، حاجه خفيفه قوي كده. تمام اوكي، وخلينا دي برضو 8 تاني كده، يبقى في انتشار للمعه شويه على التلفزيون، او اعتقد هتبقى يعني بنحاول ان احنا ناخد لمعه، اعتقد دي معقوله خلاص. تمام، او حتى كمان التسعه برضو هتبقى برضو معقوله مش وحشه خلاص. يبقى دي اللمعه بتاعت الايه؟ الشاشه بتاعتنا، وطبعا ما عنديش اي شفافيات خالص في النقطه دي. يبقى دي الخامه بتاعت التلفزيون. طيب بالنسبه للخامه دي، تمام، اللي هو الشاشه بقى، تمام، بتاعتي او السكرين، انا بحددها لك عشان تبقى عارف دي ايه ودي ايه. السكرين بتاعت حضرتك خلاص بتبقى واخده طبعا الاضاءه بتاعتك بتبقى لون ابيض خلاص، ما بيجيش جنبها. ممكن ازودها شويه، خليها مثلا 30 ولا حاجه خلاص، ازود الاضاءه بتاعت التلفزيون بتاعي. طيب هاخد بقى كده التلفزيون ده كله كده واعمل له ايه على الماتيريال دي، اقول له ايه؟ اساين تو ايه؟ سيلكشن ماتيريال. هتاخد اللون الاسود اهو، وادي خد اللون الابيض اللي انت ساعتك شايفه هنا ده. تعالى بقى نحط التلفزيون بتاعنا في مكانه، نعمل له كده اند ايزوليشن، وناخد التلفزيون بتاعنا زي ما احنا اتفقنا. نبتدي نحط التلفزيون بتاعنا فين؟ في الحيطه هنا على الايه؟ تمام، ممكن ناخد التلفزيون بس والحيطه والبانو عشان ما نتوهش نفسنا كتير، وناخد كده سيلكشن البانو وسيلكشن ايه الحيطه، ونعمل لهم الاثنين ايه؟ عفوا، البانو والحيطه والتلفزيون، بس عشان ما تبقاش الدنيا زحمه ونقعد نلف حوالين نفسنا في الزحمه دي كلها. اهو ادي التلفزيون معانا خلاص، ونقول له هنا بعد اذنك عايزينه ايه؟ ايزوليت. طيب تعال بقى التلفزيون نظبطه هنا، هنحطه على الحيطه هنا كده في وسط البانو بتاعنا، ونبص بقى كده من بقيه الايه الاجزاء الثانيه لتوسيط الايه؟ التلفزيون على البانو. طبعا هنا التلفزيون مقلوب، نعدله كده ماشي، تعمل له بقى روتيت، تعمل له ميرور زي ما انت عايز براحتك، دي ترجع لك انت اهو خلاص. والتلفزيون ده هيبقى متثبت على الحيطه بالظبط كده اهو، طبعا هيبقى بارز على الحيطه شويه عشان الكابلات والكلام ده كله، فاحنا مش هنبرزه قوي يعني، ممكن حاجه بسيطه كده. ممكن نعمل اللاين على الحيطه مش مشكله خالص، تمام، ما عنديش مشكله. بس هو عموما التلفزيون اوريدي بيبقى بارز عن الحيطه، لانه بيبقى وراه كابلات وراه الحامل بتاعه ماشي، فما بقاش لازق قوي في الحيطه يعني، ممكن يبقى التلفزيون بارز عن الحيطه، فمن الموضوع مش هيبقى اللاين قوي بالشكل ده يعني، احنا بس حطيناه كده ايه تجاوزا يعني. تمام، وابتدي نسحب كده ايه، نحاول نوسطنه في وسط البانو بالظبط يعني، بنحاول ايه مانيوالي كده
نظبطه في وسط البانو. ونيجي بقى نجي من ايه، من التوب كده من الفرونت، بنشوف ارتفاعه. طبعا هو نازل خالص تحت كده، ده ما ينفعش طبعا، لازم ارفع مستوى التلفزيون كده. طب انا لو خدت ده ده بس كده، ده وده الاثنين عايز اظبطهم مع بعض. البنات كلها معموله طبعا جروب، فانا ممكن ايه افك البنوهات شويه، اعمل له كده اوبن جروب خلاص، وعايز البنوه فقط ان انا هشتغل عليه ده، والباقي كله انا مش عايزه، فانا ممكن اقفل كل ده. اوكي، بس ده البنوه بتاعي اهو، اصبح دلوقتي موجود قدامي بشكل كويس. ابتدي بقى نظبطه كده من هنا، اعتقد هو محتاج توسيطه حاجه بسيطه كده ماشي. ولو فتحنا الاباليك بتاعتنا برضو نبتدي نشوف عشان برضو نظبط المستوى بتاع ارتفاع الابليك مع هنا كده، ناخد كل ده شيفت ونقول له اوبن. يعني اعتقد هو ماشي في مستوى الابليك حاجه كويسه، يعني هو سبحان الله هو جاي كده ايه مظبوط معانا، وصلناه في النص، فتقريبا ماشي في مستوى ارتفاع الايه الابليك بتاعنا، فدي حاجه تمام. اوكي خلاص، يبقى كده الدنيا عندنا بفضل الله مظبوطه، ما فيش عندنا مشكله خالص. نفتح بقى البانو، قلت له بقى افتح لي بقى البانوهات كلها تاني تظهر ماشي، وما ننساش نعمل لهم ايه كلوز للجروب عشان يفضلوا زي ما هم. يبقى احنا خلصنا موضوع ايه التلفزيون يا باشمهندسين، تمام. طيب نعمل كده اند ايزوليشن، ونيجي على الشوط بتاعنا هنا اللي هو في الركنه اللي هيبقى باين فيه التلفزيون، صح كده؟ ادي التلفزيون بتاعنا اهو باين عندنا كده، تمام. طيب انا برضو محتاج ان انا اظبط شويه في التلفزيون بتاعنا ده، تمام. باشمهندس ابو بكر بيقول لي نمسح الابليك اللي ما فيش ابليك مكان التلفزيون، ده اللي في وش البلكونه يا باشمهندس، يعني الابليك ده اللي هو الناحيه دي، ده شايفه فين؟ اهو اهو الابليك ده اللي هو الناحيه الثانيه، بس انا عشان باصص من الجنب كده فشايف الاثنين قدام، فهمتني يا باشمهندس ابو بكر؟ اوكي يعني ده الناحيه الثانيه، بس عملت له سيلكشن الناحيه الثانيه، التلفزيون ما فيش عليه ابليك، تمام. اوكي ماشي يا هندسه، بس خد بالك احنا بنعمل كل ده تخيل، لازم يكون التخيل بتاعك عالي يعني الدنيا كلها. مش مهندسة شيماء بتقولي شايفة التلفزيون عالي، تمام ماشي، ما عنديش مشكلة ننزل التلفزيون شوية. سلام يا هندسة تأمريني، أنا بحاول إن أوصله فقط لا غير، ممكن نكبره عن كده، ممكن أخلي التلفزيون على قد البانو بالظبط، بس إيه ننزله مفيش مشكلة عندنا خالص. شوف بس البرنامج بيعمل إيه، خليه بيعمل باك أب أو حاجة. لا مش عايزين هزار بقى، مش بعد اللي عملناه كل ده احنا ما حناش نسيف. ليه بس كده؟ ليه 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 زعلان معانا كده ليه؟ مش عارف، انا مش منسين، مش عارف الماكس ايه اللي حصل له، بس هنصبر عليه بس لحظات، تمام، عشان ما نخسرش بس الايه الشغل اللي عملناه كله. هو جه على اخر تقريبا اخر محاضره في الماكس، ومش عارف ليه زعلان معانا البرنامج. طيب عموما على ما يبدا البرنامج دلوقتي، طبعا احنا ان شاء الله المفروض النهارده دي المحاضره الاخيره في الماكس، ان شاء الله المحاضره الجايه نبدا في الفوتوشوب باذن الله، ده اذا خلصنا يعني النهارده ما كانش في حاجه ناقصانا. هنبدا المحاضره الجايه ان شاء الله في فوتوشوب باذن الله المعماري. اعتقد ان احنا ممكن نحتاج محاضرتين في فوتوشوب، فبالنسبه للبشمهندسين معانا في الاداره برضو يبقى معانا في النقطه دي، احنا ممكن نحتاج محاضره زياده خلاص نرتبها في اي وقت، يعني ممكن تكون الاسبوع ده ممكن تكون الاسبوع الجاي، مش مشكله عشان لو في اي حاجه في السكادول عندكم في المواعيد، تمام ما عنديش مشكله. نعم تمام، فانا ما عنديش مشاكل، يعني انا احنا معدي يوم الاربعاء عادي 2 و4، لو حابين نكون خلال الاسبوع ده ما عنديش مشكله، عايزين نبقى في نفس ميعادنا الاثنين اللي جاي برضو ما عنديش مشكله، طبعا حسب السكادول والمواعيد اللي عندكم، مش هسيب الخبط لكم الدنيا يعني. فنظموا وبلغونا بالمواعيد وان شاء الله انا ما عنديش مشكله خالص باذن الله في المحاضره اللي فاضله، لان يبقى عندنا فرش بلان معماري ان شاء الله المحاضره الجايه، والمحاضره اللي بعدها هنعالج او نعمل بوست برودكشن اللي هيطلع من الماكس من هنا
عشان نضيف الفينش النهائي بتاعه ونطلع الفاينل بروجكت بتاعنا اللي هنسلمه للعميل. اوكي، ده فده كده ان شاء هيحتاج الله. محاضرة واحدة بس هندسة؟ اتفضل. ايه، كده هيحتاج محاضرة واحدة بس؟ اعتقد ممكن تكون محاضرة واحدة مبدئيا يعني. تمام تمام، هي محاضرة ومحاضرة، فممكن تكون محاضرة واحدة بإذن الله يعني. تمام تمام، يعني برضه احنا بنحاول نلتزم بقدر الامكان بالسكادول، عشان عارف طبعا الجدول عندكم مليان، وربنا يوفقكم جميعا طبعا اللي انتوا بتعملوه ده. دي حاجه برضو مش عايزين نعطل على غيرنا، عايزين غيرنا برضو يشتغل والكل يستفيد يعني. تمام طبعا انا كده واضح ان الماكس خلاص مضطر اقفله وافتحه تاني للاسف يعني، وللاسف هنضطر بقى نعيد اللي حصل ده كله تاني. معلش ما اعرفش ليه وعلق التعليقه دي، ان كده هو طول قوي واحنا وقتنا للاسف يعني قصير لوحده. بسم الله، تمام كده يا باشمهندسين. فدي النقطه كده. طبعا انا ما اعرفش، طبعا انتوا هتبقوا ان شاء الله باذنك يا رب انتوا معايا على جروب الواتساب. انا ما اعرفش بقى بالنسبه للاداره ايه موقفكم من الواتساب، هتعملوا ايه؟ هنفضل زي ما احنا شغالين على الواتساب والجروب شغال، ولا هتقفلوه تنقلوا على حاجه تانيه لا نظرا كل عن سامح لا ايه؟ كل الجروبات اللي بنفتحها ما بنقفلهاش، بتفضل شغاله على طول. لا مش القصد، انا اقصد ان هو في بيقولوا فيه اللي هي القوانين الجديده بتاعت الخصوصيه بتاعت الواتساب، المشكله في فمش عارف الواتساب يعني؟ ايه؟ يعني المشكله انا في شايف الواتساب يعني؟ لو حصلت، لو المشكله يعني جت قريبه وحولنا على برنامج تاني او اي حاجه، هننقل الجروب من هنا لهنا. تمام. في حد باشمهندس ابو بكر بيقول ننزل سيجنال ونشتغل عليه، مفيش مشاكل خالص. على العموم برضو انتوا عارف انتوا جروب الفيسبوك بتاعي يعني، برضو انتوا لو عوزتوا اي حاجه انا بتكلم، عشان لو حطوا استفسار في اي شيء او في اي حاجه انتوا عايزينها، تمام، هيبقى في تواصل ان شاء الله معاكم باستمرار يعني. ماشي، مش مشكله، ممكن نعمل على السيجنال زي ما باشمهندس محمد ابو بكر قال، او تليجرام، ما عنديش مشكله. انا بتكلم بالنسبه لكم عموما، بحيث لو حد احتاج اي حاجه في اي وقت طبعا انا يشرفني ان انا ابقى بتواصل دائم معاكم، واهلا بيكم في اي وقت. انا عارف طبعا ظروف شغلي ممكن تكون فيها مشاكل شويه، انا بسافر كتير وبتحرك، بس على قد ما ربنا بيقدرني طبعا برد، وبحاول بقدر الامكان ابقى على كونكشن معاكم على طول. فمش عارف بقى انتوا ايه، انا بس حبيت يعني لاحظ من امبارح كده في مشاكل على الفيسبوك كتير بالنسبه لموضوع ال موضوع اللي اسمه ايه اللي هو سوري الواتساب والكلام ده كله. ماشي، على المهم ممكن نقترح حاجه ونشتغل خالص فعلا ان شاء الله معاكم باذن الرحمن. اوكي، باذن الله. طيب البرنامج هو بدا يفتح معانا، نفتح بس الفايل بتاعنا. تمام، هو كده فيها في كتير بيقولوا تليجرام. ماشي اوكي، ممكن ننزل تليجرام وممكن سيجنال يعني، هنشوف بقى البرامج المتاحه. وطبعا اللي باشمهندسين معانا في الاداره ما شاء الله ما بتاخروش، فان شاء الله هيظبطوا معانا الموضوع ده وهيوصل لنا الاتصال باذن الله. بسم الله، تمام. طبعا هو عاد كل اللي احنا طبعا ما عمل يعني اللي احنا سيبناه كله وقف عليه، ما عملش فيه حاجه. ماشي، مش مشكله خلاص، دي بسيطه. طيب طبعا هنا بقى باشمهندس لما كنت بتكلم الوزر وطلعناها خلاص بره والحاجات دي كلها، خلاص الدنيا تمام. طب في عندنا كنا شغالين في التلفزيون صح؟ التي في اللي احنا كنا عاملينه خلاص، نعمل كده اند ايزوليشن، خلاص عملنا الريندر وظبطنا الحاجه. طبعا كل اللي عملناه في التلفزيون مش مشكله، هنظبطه تاني ما عندناش مشاكل فيه باذن الله. هناخد الحيطان بتاعتنا عشان كده الصبح على البرنامج بعمل حاجات، فيمكن هو ده اللي مخلي الايه الجهاز النهارده. هو بصراحه كان المفروض اعمل له ريستارت قبل ما ابدا، اطفي الجهاز وافتحه تاني، بس ايه يعني الوقت ما سعفنيش. تمام، فابتدي كده اخد الايه الحوائط والبانوهات ماشي، والتي في اللي احنا كنا عاملينه اهو ده كده. خلاص انا كل ده ايزوليت، ونبتدي نشتغل عليه تاني زي ما احنا كنا عاملين كده. طبعا هاخد الايه التي في ماشي، احركه عندي لمكانه، وبعدين احط الماتيريال بقى مش مشكله عندي. تمام اهو، سقطه هنا على الحيطه كده في وسط البانو. طبعا برضو زي ما قلنا عايزين نتعمل له ميرور على الواي اوكي، عشان يبقى وشه اللي بره، ونسقطه على الحيطه. تمام، ونحطه في وسط البانو. تمام، نوسطانه كده في وسط البانو تقريبا. تمام اهو، ونرجعه الحيطه بقدر الامكان كده ماشي. وقلنا عايزين تنزلوه شويه في الليفل بتاعه اوكي، ظبط كده، ونخليه مثلا سي الليفل بتاعه مثلا كده كويس.
اعتقد ان ممكن الارتفاع بتاعه ممكن يجيب الكاميرا من هنا كده على الركنه، نظبط على الركنه كده اعتقد كده ارتفاعه. ممكن ننزل حاجه بسيطه كمان، هو المفروض الارتفاع من الارض يكون متر 50 يعني، من السنتر بتاعه المفروض يكون متر 50 متر ونص يعني. اوكي تمام ماشي اوكي خلاص كده اعتقد الليفل بتاعه معقول مش وحش. طيب نجيب بقى التلفزيون بقى نبتدي نحط الماتيريال بتاعته، نسيف بس الكلام ده كله الله يبارك لكم عشان لو حصل لا قدر الله اي حاجه بنعمل سيف عشان بقى ايه في الامان. تعالى ما اعمل سيف، تعالوا كده نخش بسرعه، عايز اعمل حركه كده سريعه معاكم عشان بعض الناس ممكن بتشوفها وتقول لي الحاجات دي بتتعمل ازاي. انا عايز اجيب مثلا مسلسلات رمضان، رمضان اي رمضان بقى كده بجيب بس ايه اي حاجه ماشي، ونجيب كده صور. معرفش ليه الحجم كبير قوي كده 125 ليه، ماشي كويس قوي كده. ونجيب اي مسلسل من المسلسلات، اي صوره يعني، مثلا ممكن نشوف حاجه زي كده خلاص، بس عايز صوره كويسه ماشي، ممكن نعمل له كده ايه اوبن نيو تاب، نجيب اي صوره من صور الكون كويسه مثلا حاجه كده ريزولوشن كويس ولا تعبان يعني، مش قوي بس شغال تمام. انت بتدور على حاجه ريزولوشن كويس بحيث ان انت تقدر تعرضها بشكل كويس. نايس صور مش عايز فيديو ماشي اوكي، نسيف ده سيف ونحطها على الديسكتوب تمام جوه ملف المشروع كده، ونقول له ايه سيف، نقول له مثلا ايه تي في عشان بس فاكرين احنا عايزين اسم الايه الفايل ايه تي في بوستر. يلا ها بوستر اوكي سيف تمام بس كده. نرجع بقى الماكس خلاص الدنيا كده تمام، ونعمل له كده ايزوليت لوحده الايه الجزء بتاع التلفزيون ونبتدي نشتغل عليه لوحده. احنا اتفقنا التلفزيون عندنا واخدين الماتيريال بتاعته مدينه اتنين ماتيريال صح، هنعمل ماتيريال كده بره اللي كنا عاملينها التلفزيون، مش عارف لسه موجوده ولا لا، هنغيرها اعتقد اختفت ماشي اوكي. تعال بقى نعملها تاني ما عندناش مشكله يعني، هناخد كده ايه المالتي سب اوبجكت اهي، ادي الماتيريال بتاعتي وهقول له الماتيريال دي محتاجه اتنين ماتيريال، ادي واحد وادي اتنين خلاص، وابتدي اشتغل عليهم. اقول لك دي تعالى هنا دي هتبقى بتاعت الايه التي في زي ما احنا قلنا قبل كده ماشي، وقلنا احنا عايزين بس هم خامتين اتنين فقط لا غير، كفايه قوي. مش حبش طبعا الرصه دي، انا بس بحاول انظم شغلي واخلي دي فوق واحد ودي اتنين خلاص. هاجي على دي ماشي واقول له ده هيبقى مثلا زي خليها 30 كده ولا حاجه، ودي قلنا دي هتبقى بلاك صح، فدي هيبقى لونها اللي هو البادي او البلاك تمام اوكي. فالبلاك ده هيبقى طبعا اسود خالص، ده لون اسود، وهندي له قلنا لمعه شويه حاجه بسيطه قوي كده، ونقول له مثلا خلي اللمعه ماشي خلاص. اعتقد اللمعه كده معقوله مش بطاله زي ما انتم شايفين كده، لمعه كويسه طبعا بيبقى الماتيريال بتاع التلفزيون لمعته جيده تمام. طيب ونيجي هنا في الاضاءه دي، طيب احنا خدنا دول كده، هو اللي بقى التلفزيون احنا مختارينه ده كده عمال كده اساين تو سيلكشن ماتيريال تمام. طيب لو انا رندرت على كده في الجزء ده كده ماشي، نقفل بقى الصوره دي في الرندر بتاعنا هنا، رحت عامل كده رندر اسيف برضو معلش خلاص، برضو بامن نفسي لاي موقف طارئ. طيب نقفل بقى ليه الانترنت عشان ما يضعفش معانا السرعه والكلام ده كله ماشي خلاص. نقفل بقى مش عايزين نخلص، ونزلنا الصوره بتاعتنا اللي احنا كنا عايزينها ونزلناها في فولدر المشروع بتاعنا. طيب كويس قوي، تعال بقى نعمل ريندر على الحته دي بس، الجزء اللي احنا بنتكلم فيه ده من هنا كده، ونقول له بعد اذنك اعمل لي ريندر على التي في ده.
طبعا حاجة بسيطة أوي، هو رندر على التي في بس. التلفزيون بتاعك أهو، وأعتقد إنه منور وباين الإضاءة بتاعته. طبعا الفريم الأسود بتاعه مش باين نظرا لأن أنا ما عنديش إضاءة هنا كافية، أنا بس بعمل رندر على التلفزيون. واضح أوي إن شاشة التلفزيون منورة، واضح الكلام ده ولا غلط؟ شاشة التلفزيون عندي إيه؟ منورة أهي، شايفينها؟ تمام؟ جود، كويس أوي. أنا بقى شاشة التلفزيون دي تبان بصورة، يعني شاشة التلفزيون دي أنا عايز تبان بصورة المسلسل اللي أنا عامله، فبجعل الشكل بتاعي هنا كده أو الإضاءة بتاعتي، وأقول له بعد إذنك إديني الصورة. تمام؟ بجيب كده ماب، بيت ماب، وأقول له بعد إذنك أنا عندي في نفس فولدر المشروع صورة أنا جايبها اسمها تي في. فين هي اللي إحنا كنا جايبينها؟ أهو تي في بوستر، أوكي أهو. إيه رأيكم في اللي إحنا عملناه ده؟ حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة من اللي إحنا عملناه كده يا باشمهندسين؟ أوكي؟ لما أجي بقى رندر هنا تاني، أبص كده أقول له بعد إذنك رندر لي هنا تاني لو سمحت. الريندر معانا مش شغال، ماشي نبص عليه تاني كده. إيه رأيكم في اللي حصل عندي دلوقتي؟ تمام؟ يبقى الراجل اللي قاعد في الشقة ده مش شغل التلفزيون، بيتفرج على المسلسل، تمام؟ اللي شاشته أو الصورة بتاعته باينة على الشاشة قدام حضراتكم زي ما أنتم شايفين كده بالظبط. إيه رأيكم؟ ينفع الكلام ده ولا في مشكلة؟ أوكي؟ واضح الكلام ده؟ طبعًا كتير بيتكلموني يا باشمهندس وإزاي الناس بتعمل الشاشة والتلفزيون ده ما بيجيب بلوك جاهز؟ لا، هو الموضوع مش محتاج بلوك جاهز ولا حاجة، الموضوع كله بسيط جدًا بإذن الله زي ما أنتم شفتوا كده بالظبط. يبقى أنا كده عملت التلفزيون بتاعي خلاص، الدنيا كده تمام زي الفل. خلاص طيب، تعالى بقى نرجع بعد كده غير الجزء ده، أنا عايز السبوتات. صح؟ مش أنا عندي سبوتات أنا كنت حاططها اللي هي الاي اي اس بتاعنا او السبوت سوري بتاعنا كله، اعمل شيفت كده واقول بعد اذنك يظهر لي سبوتات بس. صح؟ دي السبوتات بتاعتنا كلها. السبوت ده المفروض لما اجي رندر عليه المفروض ان السبوت ده يبقى منور. صح كده؟ المفروض ان السبوت ده يكون منور. تمام؟ فانا لو جيت عملت رندر برده كده تاني سريع على السبوتات، السبوتات مش مداني اي احساس بالاضاءه، يعني التلفزيون اوكي منور والسبوتات ما فيهاش اي اضاءه خالص، المفروض السبوتات تديني اضاءه للشوت بتاعنا او يبان ان السبوت منور. تمام؟ انا ما عنديش ولا سبوت منور ولا باين عنه اي حاجه خالص، يعني عارف انت كان السبوت ده حاجه مش موجوده يعني. فطبعا ده بالنسبه لي مش ظريف او مش حلو. ممكن بدل ما نوجع دماغنا ممكن نفتح اي ريندر كده من اللي فات ده. خلاص؟ من هنا كده اهو، بص السبوت عامل ازاي؟ هو يعني ستيل ولامع وكل حاجه، لكن فين الاضاءه بتاعته؟ السبوت مطفي من جوه. صح كده؟ السبوت من جوه هنا مطفي. عايز اديله اضاءه يعني يبان ان هو منور يعني. تمام؟ فانا هاجي على اي سبوت من السبوتات دي كده، اي واحد منهم ماشي، واعمل له كده ايه، اقول له انا بعد اذنك انا عايز طبعا هعمل ايه كل دول كده ناخدهم اوبن جروب. تمام؟ التلفزيون ده خلاص ممكن نقفله بقى، ده اللي هو التي في ممكن نقفله كده خلاص، وناخد كل دول نعمل لهم اوبن سورس اوبن جروب يعني، ونبتدي نشتغل عليه. اقول له تعالى يا سيدي انت عندك ايه مشكلتك هنا، تعالى يا سيدي انت هنا خلاص السبوت ده في عندك فيه كل كذا كذا جزء، ده الجزء اللي هو الايه الازاز الباغ ولا ده ولا ده، عايز اشوف بس الايه الفينش بتاع ده. ممكن اجيبها منين؟ من هنا كده اعتقد ممكن تبان معايا. صح؟ اوكي طيب، ده كده اللي هو الايه الباغ الازاز. صح؟ وده مش باين ده ايه، وده اعتقد الجسم بتاع الكت. طيب اعتقد ان هو ده الباغ الازاز اللي هي الايه كده، ولا انا غلطان في كلامي؟ اعتقد هو الجزء ده كده. تمام؟ طب لو عملتها كده نبص برضو هنا كده، هي دي البغل الازاز تقريبا اللي اسمها ايه الموديل. ماشي، اول واحده دي خلاص. اوكي ماشي تمام، حلو قوي. هناخد الباغه دي ونبتدي نشتغل في الماتيريال تاني، ونقول له تعالى يا باشمهندس احنا عايزين اضاءه للسبوت ده، هنجيب له الاضاءه بتاعته كده ماشي، ونقول له بعد اذن حضرتك احنا عايزين الجزء اللي انا اخترناه ده كده ندي له اضاءه اهو، يديني اضاءه. وطبعا سعادتك حسب بقى انت سعادتك شغال بايه. تمام؟ يعني الجزء اللي انت شغال بيه ده ها سعادتك اللون بتاعه كايه، يعني انت مثلا مديله على اصفر، مديله ايه السبوتات بتاعتك كان لونها ايه؟ اعتقد ان السبوت كان اضاءته مصفره. صح؟ فاحنا ممكن ناخد لون مثلا حاجه زي كده ماشي مثلا. خلاص اوكي تمام، ونديله شده اضاءه مثلا 30 ولا حاجه خلاص، او 50 او 60 وات ايفر يعني، ونبتدي نشوف كده تاني نرندر. لو انا فتحنا الشوت بتاعنا نسيف بس برضو معلش
انا يعني عمالها اسايف كل شويه عشان ما يبقاش في اي مشكله باذن الله في اي حاجه. طبعا انت لو خدت بالك انا تحس ان الايه الاضاءه بقت باينه هنا قوي خلاص، وواضح ان الايه التاثير الاضاءه باين عن ايه. عملتي ماشي حاجه لسه؟ احنا بنعمل سيف بس. تمام اوكي. واقدر بقى في الريندر بتاعي ممكن ابص كده على الريندر سريعا من هنا، ممكن اخد حته بس ارندر عليها، يعني ممكن اخد الجزء ده فقط ماشي ارندر عليه بس. ممكن بقى اللي مش عارف بقى كله اشتغل تقريبا، اعتقد ان هو طبعا كله هيبقى خد نفس الحاجه ولا لا، والمفروض ان هم كلهم انستنس مع بعض. ما اعرفش بقى هل هيبقوا نفس الموضوع ده ولا لا، لكن واضح ان في مشكله، فانا غالبا هختارهم كلهم كده. يعني مش عارف ليه المفروض ان هم احنا عاملينهم كوبي من بعض، فالمفروض ان هم يبقوا انستنس يعني مع بعض، بس مش مشكله مش هنغلب حاجه يعني اهم. كل ده هنديله نفس الماتيريال اساين تو سيلكشن اهو عشان ما ننساش. نجيب ده على جنب كده شويه، نفتح بقيه الايه الاجزاء بتاعتنا. يلا معلش مش هنتعب شويه بس هنعمل ايه يعني. احنا المفروض ان كل ده يكون انستنس، لكن واضح ان احنا او في حاجه احنا نسيناها. هنختار بس كل ده اهو، كل ده كده اهو، الجزء اللي فوق ده على طول كده. طبعا الحاجات دي انا لو انا واخدهم كلهم كوبي انستنس مش هحتاج اعمل اللي انا بعمله ده، تمام؟ يعني انا واخدهم كلهم كوبي انستنس، فانا مش هحتاج ان انا اعمل كل ده. اقول له كده اساين تو سيلكشن، خلاص كده اعتقد الدنيا ايه كله بدا ينور معايا اهو. طيب تعال بقى نفتح الشوت من هنا، خلاص اي شوت من هنا كده، الشوتات اللي كنا فاتحينه اهو. وممكن اجي اقول له هنا بعد اذنك هات لي ايه، ممكن اعمل بقى ايه اقفل ده بس الاول الجروب ده كله اقفله عشان ما يبقاش عندي اي مشكله. كلوز والجروب كله، مجموعه الجروبز كلها كله خلاص اتقفل، كل ده يبقى كلوز. اوكي تمام خلاص كده اعتقد ان الدنيا بقت عندنا مظبوطه. واقول لك بقى هات الكاميرا مثلا ساي بتاعه الديننج روم اللي احنا كنا واقفين عليها ماشي، واقول لك بعد اذنك هات لي نفس الشوت ده كده، لكن انا عايز ايه الجزء بتاع اللي هي الجزء ده كده. فاجي كده اخد بس هنا جزئيه كده، اقول لك انا عايز بس السبوت ده كده، بس عايز اشوف السبوت ده بس يا ترى هيبقى شكله عامل ايه، واقول له كده ريندر تمام، واشوف يا ترى التعديل اللي انا عملته ده في السبوت يا ترى تاثيره عامل ازاي وهيفرق معايا في ايه. واضح ان انا محتاج ان انا اقلل اعدادات الريندر شويه بحيث ان ايه ما ياخدش مني الوقت ده كله، او نحاول نعالج المشكله اللي بتحصل دي نظرا لزياده الاعدادات. سيفتح بس كده وبعدين نقلل الاعدادات شويه. اتمنى اكون سامعيني يا باشمهندس، صوت وصلكم ولا في مشكله في الصوت؟ لا تمام هندسه. تمام تسلم. عامل ازاي؟ تمام يبقى اصبح السبوت هنا ماشي بالاضاءه اللي انا ضفتها له دي، اصبح دلوقتي بقى في ايحاء فعلا ان انت عندك سبوت شغال. صح كده ولا غلط؟ تمام؟ يعني انت كده خلاص انت كده دلوقتي اهو باين اهو، شاف يعني خلاص عملت لك الاضاءه بتاعت السبوت، فاصبح دلوقتي ان يعني في احساس ان انت خلاص عندك فعلا سبوت مضيء. تمام تقدر تفتح الايه اللون او تغمقه زي ما انت عايز، شده الاضاءه برضو زي ما انت عايز. فاصبح دلوقتي خلاص اعتقد ان احنا تقريبا خلصنا كل النقاط الاساسيه بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها، واعتقد ما عادش عندنا حاجه ثانيه ناقصه. في اي حاجه ثانيه في المشروع ثانيه يا جماعه ناقصه؟ ها؟ في اي حاجه ثانيه ناقصه بالنسبه لنا في المشروع؟ او حد ليه سؤال في اي حاجه كده؟ اعتقد كده احنا خلصنا كل حاجه. حطينا الارضيات، الفرش، الدنيا تمام. احنا قلنا ممكن نحط زرع هنا ولا حاجه. تمام؟ كتعديل بسيط يعني. ماشي؟ كتعديل بسيط، فانا اعتقد ان انا ممكن احط هنا. طبعا عندي مشكله في في الفرش ده، انا محتاج اشوف بلوك ثاني لان ما اعرفش البلوك ده فيه مشكلته ايه. ممكن اسحب الزرع ده لهنا شويه في الجزئيه دي كده، لان الجزئيه دي حاسس انها فاضيه شويه.
تمام، فممكن نسحب الزرع لحد هنا كده جنب البوفيه كده ماشي، خلاص على مستوى الترابيزة كده ولا حاجة، أعتقد إن كده ممكن تبقى أفضل. ممكن أعمل لها روتيت شوية تبقى كده مثلا ولا حاجة، يعني نوع من تغيير الشكل والنوع عشان ما يبقاش كلهم تحس إن هم كلهم اسطمبة واحدة أو نفس الرصة بالظبط. طيب كده احنا خلصنا كل حاجة، الأرضيات بالحوائط بكله، غيرنا الألوان، فاضل عندي بس البلوك ده. أنا محتاج إن أنا أغيره لأن ما أعرفش إيه مشكلته بصراحة. مش مدي أي ماتيريال خالص، فأنا مش فاهم إيه ده. فأنا هبص كده معاكم بسرعة على بلوك. طبعا أنا مش مهم، أنا ممكن الصالون جزئية الصالون ده الماجيك فرندر أتجنبها تمام، لكن الفكرة إن أنا مش فاهم البلوك ده فيه إيه. يعني أنا البلوك مش ظاهر، لما جيت الرندر لقيته ظاهر عندي ابيض، فطبعا دي حاجه مضايقاني بصراحه، مش عارف ايه سببها. فانا مضطر ان انا ادور على حاجه كده سريعا، على ركنه سريعه كده او جزء سريع ممكن نشتغل عليه. نشوف ده ايه ده. اعتقد ده مش وحش، ده برضو شغال كويس تمام بالترابيزه بتاعته، بس ممكن اتجنب الترابيزه دي واحط الستيل اللي عندنا. فممكن اخد هي دي مثلا المفروض ماشي، ناخد الكرسي ده مع ده، ممكن ناخد الطقم ده تقريبا ماشي. ممكن باشمهندس سند دي هو اوريدي النجف، خدي بالك هو مضيء، احنا بس محتاجين نظهر الاضاءه بتاعته او نعدلها شويه تمام. يعني النجف بس خدي بالك هي حسب برضو انت هتظهري ايه، انت بتعملي شوت نهاري ولا ليلي تمام، تعملي شوت نهاري ولا ليلي. لو الشوت ليلي يبقى النجف مضيء، لو الشوت نهاري تمام يبقى النجف ما فيش بالنهار، مش هيبقى مضيء. فهمتيني باشمهندس انا ده؟ فده برضو يرجع لك انت في الشوت بتاعك انت عامله ازاي. طيب ده كده جزء اهو، نشوف حاجه تانية برضو بنتفرج كده سوا مع بعض. ممكن ناخد الساعه دي نحطها في الجزء فوق السفره بدل المرايه، دي مش وحشه يعني معقوله، ممكن نعملها الساعه دي نحطها مكان المرايه عشان ما يبقاش فيه مرايتين. فاكرين احنا قلنا فيه مرايتين كتير قوي ما لهمش لازمه. اوكي الكلوك نحط الساعه دي ماشي. طيب دي كده الساعه، نعمل ايه تاني؟ لو في حاجه تانية افضل بنبص كده مع بعض لو في اي حاجه محتاجين تعديل. طبعا الطقم، طبعا الطقم كان حلو جدا بس للاسف ما اعرفش ايه مشكلته، الماتيريال بتاعته تقريبا ناقصه او حاجه فمش عايز يفتح معانا ما اعرفش ليه تمام. المهم يبقى هناخد الساعة دي وإيه تاني؟ بنبص كده مع بعض. ساعة وإيه تاني ممكن ناخد إيه تاني؟ بسم الله. في فرفروجيه هو يا باشمهندس أبو بكر، لو أنت عايز بتحط الفرفروجيه بتاع الشباك أهو تمام؟ بس طبعًا ده لو إحنا قلنا ده لو خارجي فقط لا غير يعني. ماشي طيب في أي حاجة تانية ممكن؟ أعتقد مفيش غير الركنة اللي فوق بس، او الصالون اللي فوق اللي هو ده يعني تقريبا هو ده اللي موجود ماشي. طيب نبتدي بقى نحط الحاجه دي عندنا بسرعه كده تمام، ونحاول نظبطها سريعا ونشوف الريندر بتاعها الاول تمام. فانا عايز الحيطان بس اللي تفضل عندي والارضيه ماشي، عشان بس احاول ان انا اخف الفايل شويه ما يبقاش فيه مشكله. وهنا هاجي على البرسبكتيف تمام، نبعد كده بره شويه. اوكي نبتدي نتحرك عليها كده ونحط ايه ده عندنا، نيجي هنا مثلا نقول مثلا امبورت كده على طول، وناخد الساعة وناخد الايه الصالون. فين الموديل؟ بسم الله. ممكن نفتح ايه نفتح نقول له كده معلش بعد اذنك ورهم لي كده عشان ابقى شايف ده الصالون اهو. طبعا عندك كذا اصدار ماشي، ده هم كذا حاجه، الصوفة والبف والارم شير، ده في كذا حاجه. طب ناخد نشوف الصوفة كده اوبن ماشي. اوكي ناخد كله اوكي تمام. شوف بس الاول لو الماتيريال بتاعتها شغاله برضو لا، عشان ما نبداش ننزل حاجه ونقعد نتعب نفسنا ونطلع برضو ايه مش شغاله. عايز بس ننزلها كده الاول، دي الصوفة تمام ماشي، وننزل معاها ايه تاني؟ اعتقد ان هي نازله بالماتيريال. طب انا ممكن اختبرها ازاي؟ الموضوع بسيط جدا، هاجي كده عشان اتاكد ان الموضوع شغال بدل ما اقعد اعمل ريندر واتعب نفسي. انا ممكن اخد بالقطاره كده واشوف الماتيريال بتاعته هنا هتظهر ولا مش هتظهر تمام. فهنا مدي مابا وهنا مدي مابا، هنا بيقول لي في ميسنج في حاجه ناقصه وهنا في حاجه ميسنج ناقصه تمام، يبقى اذا الماتيريال هنا فيها مشكله
تمام، الماتيريال بتاعته هنا فيها مشكلة في البلوك ده. طب ليه بقى المشكلة هنا؟ اه دي ماتيريال ودي ماتيريال، طيب ايه بقى دول؟ بيقول لك في مابا اللي هي دي ميسنج تكست وميسنج تكست 21 21 كده بيت ماب، دي اللي هو اللي كده، ودي ايه التانية؟ اه في هنا الخامات مش كاملة، للأسف الخامات مش كاملة. تمام طيب، يعني حتى الركنة دي مش نافعة. طب ننزل الساعة ونمسح دي خلاص ديليت، احنا اسفين كده. اه لا ما تزعلوش بقى، خلاص كده مش عايزينها ما دام الماتيريال ايه. ما هو كده ممكن يكون في مشكلة في البلوك يا باشمهندس ايمان، ما ده اللي احنا بنقوله، البلوك ممكن يكون ناقصه خامات. ليه بقى؟ يعني مثلا لو بصينا هنا في الجزء ده، لو انا كبرت كده الفيو بتاعي في كام لون هنا؟ يعني لو بصيت في ده كده في كام لون؟ تمام ماشي، لو بصيت هنا كده في عندي لون البني اللي هو ده، هل اللون البني ده ليه خامته هنا موجوده؟ لا مش موجوده الخامه بتاعته. طب اللون الذهبي ده، هي يعني النقشه اوريدي موجوده، بس اللون الذهبي بتاع البف ده هل هو هنا موجود؟ لا مش موجود، يبقى في عندي هنا ناقص خامات. يعني انا ما عنديش في ماتيريال ناقص، الملف هو جاي ناقص ماتيريال. اوكي، فالبلوك ما بقاش عملي، وبرده الستيل اللي تحت ده اللي هو النيكل الجزء اللي تحت ده تمام برده مش جاي الماتيريال بتاعته، فاصبح البلوك ده بالنسبه لي فيه مشكله ما ينفعنيش. اذا البلوك ده اصبح فيه مشكله ناقص ماتيريال خلاص، فاضطر ان ادور على بلوك تاني. وضحت يا هندسه؟ وضحت المشكله دي؟ بس ده شيء وارد طبعا، احنا ممكن نتعرض له كتير، ممكن يكون في بلوكات مش كويسه ممكن هي تعمل معانا مشكله دي. ناخد الساعه تمام، ونقول له اوكي هات لنا الساعه دي كده عشان نحطها مكان اسمها ايه المرايه الثانيه، عشان بس ما يبقاش الموضوع ايه سخيف، يبقى زياده عن اللزوم. الساعه طبعا نازله على الارض كده، محتاجه تعمل لها روتيت. المكتبه ال 10 جيجا غالبا هتلاقيها بتاعت الفي راي 5، المكتبه ال 10 هتلاقيها غالبا بتاعت الفي راي 5 يا باشمهندسين. اوكي، يعني تاخد بالك ان المكتبه ال 10 جيجا بتاعت الفي راي 5 ليها تسطيبه، يعني ليها التسطيبه. اوكي، لازم ليها انستول جوه البرنامج تمام. ده الايه المرايه، يا ما عملت كده ليه؟ ماشي، نعمل لها كده روتيت الناحيه الثانيه. ايوه كده اوكي تمام كده يا باشمهندسين، ونسقط المرايه هنا، او سوري الساعه دي مكان المرايه هنا اهو كده في الحيطه تمام، ونبتدي ايه نظبطها. طبعا هي في الارض هنا خالص، فانا على مستوى كده معقول. ماشي، اعتقد كده هي ممكن تكون عاليه قوي، ممكن ننزلها كده شويه تمام خلاص، وهنا على مستوى الحيطه ممكن نظبطها على مستوى الحيطه كده. اوكي طيب، يبقى كده حطينا الساعه بتاعتها، وبرضه عشان نتاكد ان الماتيريال بتاعتها شغاله بنجيب الماتيريال القطاره ونشوف، اذا لقطت معانا ماتيريال يبقى الدنيا معانا مظبوطه، ما عندناش مشكله خلاص نمسح ده بتاعت الايه ده كده، ونقول له هات القطاره بعد اذنك نتاكد، بدل ما اقعد اعمل ريندر بقى اوجع دماغي. لا انا بتاكد بس كده، هنا برضه تقريبا نفس الموضوع، الماتيريال ميسنج نفس القصه. ليه بقى؟ المفروض دي الماتيريال بتاعتها موجوده تمام، الماتيريال بتاعتها موجوده. اه كلوك ماتيريال، طيب ماشي. هنا بقى مشكله، مش شايف الماتيريال، مش عارف افتحها. خلاص يبقى نشوف نجيب عندنا مجموعه بلوكات تانية. عندنا مكتبه طبعا، نقدر نخش نجيب عندنا مكتبه بلوكات، نقدر نجيب منها فين فين، بسم الله نجيب منها بلوكات تانية، ما عندناش مشكله خالص باذن الله. طيب احنا كنا عايزين اول حاجه ايه؟ عايزين حاجه جزء كلاسيك كده نقعد عليه، اي كنبه كده كلاسيك، ندور كده سريعا. اعتقد دي يعني مش ماشيه خالص معانا في الشغل بتاعنا. مفيش اي صوفة خالص. طيب مش مشكلة بقى، لما نجيب اي حاجة تانية مش مشكلة، مش عايزين نضيع وقتنا فيها. طب نشوف كلوك كده، في حاجة ساعة، ناخد اي ساعة كده بسرعة، حاجة تكون كويسة مظبوطة.
من كل الماتيريال بتاعها مظبوط من الماتيريالات بتاعتها. I think ان هي ممكن. طب نشوف ساعة تانية ممكن. دي الساعة بتاعتنا اللي احنا كنا شغالين عليها، مش عارف ليه مش عايز تطلع. في ساعة تانية اهي، او ممكن حتى نحط تابلوه الحيطة يعني، لو المشكلة في حاجة ما ممكن نحط تابلوه نريح دماغنا خالص يعني. اعتقد دي برضو كويسة مش وحشة، بس دي يمكن تحس انها مودرن شوية، لكن ماشي. او ممكن نحاول ندخل الايه البلوك ده تاني بشكل كده، ناخد الماتيريال بتاعته او الاوبجكت بتاعه، امبورت هتقولي كده ديسكتوب، خش على الايه البروجكت، نحاول تاني معاه انه كويس مش وحش، انسب حاجه يمكن موجوده. اهو نحاول ناخد الاوبجكت بتاعه. طبعا هو الاوبجكت مش باين، قول له هات لي اول فايلز، ناخد الاوبجكت كله تمام. ناخد الاوبجكت ده يمكن هو مقفول كبلوك، ماشي كل الاوبجكت تمام كله اوكي 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 ماشي. اقول له اول طبعا اختار كله ماشي، ونقول له امبورت ماشي. شوف بقى يمكن الماتيريال بتاعته تكون مشكله عندنا في ماتيريال او حاجه. قول له نيم ماشي اوكي ما عنديش مشكله، رينيم اول يا سيدي ولا تزعل نفسك تمام. طيب ما شاء الله تبارك الله، عارفين ايه هي قد المشروع بكتير او ما اعرفش ليه يعني، بص نازله بحجم مهول خلاص. بس برضه كل ده ما يفرقش معايا، السكيل سهل جدا، بس انا اهم حاجه ان الماتيريال عندي تكون مظبوطه، يكون نازله بالماتيريال بتاعتها. اه كده مظبوطه كده، بدات ما دام التشعيبه دي كده خلاص كده انا اعرف ان الدنيا ايه، خلاص كده الدنيا اعتقد انها مظبوطه. بس مش عارف ليه الالوان غريبه اساسا يعني، انا شايف اخضر واحمر وبتاع، بس هو في احمر عندنا والكلام ده في الماتيريال وفوشيا وحاجات، والله مش هنخسر حاجه هنجرب وهنشوف تمام. طيب السكيل بتاعنا الجميل بقى صغر صغر خالص تماما كده ماشي اوكي، مش هتبقى طبعا قد الشقه كلها يعني تمام اوكي. ونجيبه هنا كده برضو في النص طبعا، ما شاء الله تبارك الله يعني حاجه قمه في الجمال تمام. مش عايز الحيطه دي، ده عايزه تتعلق في اتوبيس دي ماشي. خلاص هنعمل لها كده روتيت تمام، ونعمل لها روتيت التاني من هنا اللي هو كده عشان يبقى وشها لينا كده تمام. بعدين نقول لها بعد اذنك بقى موف لو سمحت ماشي، اطلع لنا فين على المستوى بتاع دي كده. طب طبعا احنا ممكن نصغرها شويه لان ده مقاسها كبيره، طبعا مش تفرق معانا كتير، بس احنا ايه اعتقد يبقى كده بقى نفس المقاس تقريبا او اصغر سنه كمان، بس حلو قوي كده. نشيل بقى القديمه دي اللي ملهاش ماتيريال خلاص، ديليت، ونطلع دي مكانها. او قبل ما نعملها ديليت ممكن نعمل حركه لذيذه قوي تمام عشان ما نرجعش دماغنا، نقول والله هات لنا دي كده اللي هي كلوك 1، اعمل لها الاين على دي تمام، اكس واي وزد، خلاص الدنيا زي الفل. بعدين ناخد الكلوك بتاعتنا القديمه نقول له ليها ديليت، شكرا متشكرين مش عايزينها تمام. طب يبقى كده الايه مع الانتري. طب تعالى نبص، انا حاولت معاه بس نشوف حاضر، بس الفكره ان الانتري اي ثينك ان هو مش نازل كامل يعني، يعني اي ثينك ان احنا الانتري مش نازل كامل. فين بسم الله هو راح فين فين في الموديل ده، ما هو مش نازل عندنا كامل ده ماشي. ناخد الاوبجكت ده بس مش عارف حاسس الماتيريال اوكي ماشي، نحاول معاه تاني. حاضر حاضر يا هندسه عينيا حاضر. اه سوري ما انا كنت بعمل له سيف نسيت ماشي معلش. طيب ثانية واحدة على ما اخلص كده بقى، خليكم على لحظة واحدة تمام. عفوا يا باشمهندسين رجعنا لكم تاني. طب الحمد لله هنجرب كلام باشمهندس ابو بكر كده ونشوف يمكن ناخد الاوبجكت تاني يظبط معانا، تيجي نعمل له كده امبورت تاني، وناخد عندنا بسم الله فين الركنة بتاعتنا بسم الله اهي، وناخد الماتيريال تاني نقول له هات الاوبجكت تمام. بس هي يعني الفكره ان مفيش ماتيريال يعني، بص يا باشمهندس ابو بكر يعني هنا في الساعه تمام، لما خدنا الاوبجكت هتلاقي فيه هنا اوبجكت اهي او بي جي، وهنا الماتيريال ام تي ال، هناك مفيش الايه تمام الماتيريال دي فهمتني. فهي الفكره كلها ان انا لو جيت عملت له كده قلت له مثلا هات لي الاوبجكت ده كده اوكي، ومشيت معاه زي ما هو بيقول وقلت له هات لي كل حاجه وقلت له تمام امبورت ماشي، انا معايا يعني انا معايا كده زي ما هو يقول يعني ما عنديش مشكله خالص. نزل عندي اهو اوكي، طبعا زي ما اتفقنا قبل ما بعمل اي حاجه إيه عشان اتاكد الماتيريال بتاعتي بسرعه، ده التستر بتاعي كده السريع اللي انا ايه ببص عليه كده من خلاله
هل الكلام ده مظبوط ولا لا. لو خدت كده كليك من عليه، بص لون واحد بس، يعني عارف انت فين الماتيريال؟ مفيش ماتيريال. اوكي، فانا مستغرب يعني، هو الفايل الماتيريال مش موجود بتاعه للاسف، فده اللي مضايقني ومبوظ لي الايه الشغل عندي يعني. تمام، فده اللي مضايقني بصراحه في الارم تشير ده او الركنه دي. طيب ماشي انا ماشي مش هنصبك عينيا، حاضر عينيا، يا سلام انت تؤمر يا هندسه تؤمر. طيب اعتقد كده خلاص مش هنضيع وقت اكتر من كده، عشان يعني طبعا احنا وقتنا قليل شويه وعايزين نخش بقى. خلاص احنا كده خلصنا تقريبا بفضل الله سبحانه وتعالى كل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. هعمل كده سيف بسرعه وعايز اخش بقى في المرحله الثانيه. اعتقد كده الاسبوتات خلاص، الحيطان اتظبطت، البنوهات، الفرنيتشر لسه طبعا الجزء بتاع الركنه ده بقى نشوف اي حاجه، بس طبعا في شقتنا دور على النت ممكن ابقى انزله من على اي موقع بقى احط البلوك يعني مكانه. الارضيه عملناها، يعني اعتقد ما فيش عندنا حاجه، الستاير، الشبابيك، كل حاجه الحمد لله تمام بفضل الله. طيب فاضل عندنا ايه دلوقتي؟ فاضل بقى ان احنا في الاخر عايزين نرندر بقى، احنا عايزين نظهر الشغل بتاعنا ده بالرندر بتاعنا يا باشمهندسين. طيب احنا الرندر بتاعنا ده يعني ايه الرندر؟ دي عمليه الاظهار النهائي. الاول في حد ليه اي سؤال في النقاط اللي فاتت دي كلها؟ حد يسال اي حاجه على النقاط اللي فاتت دي؟ حد ليه اي سؤال في اللي فات ده كله؟ حد ليه اي استفسار في السؤال في او سؤال في اي حاجه من اللي فاتت دي قبل ما اخش في الريندر يا جماعه؟ طيب واضح ان الناس الحمد لله، ما اعرفش بقى هم مش لاحقين يردوا ولا الناس معايا ولا ايه. ماشي طيب عايزين نخش بقى في موضوع الريندر. تمام، احنا طبعا الريندر هو خطوات ومراحل. ماشي، احنا دلوقتي المفروض في المرحله النهائيه بتاعتنا نجيب كده اي شوت من شوتات دي كده، مثلا الركنه او الصالون او الى اخره. تمام، طبعا الركنه والكلام ده كله، التلفزيون راح فين؟ لا ما تهزرش، هات التلفزيون هنا، ما جري ولا ايه؟ لا لو اتمسح هزعل قوي، اعتقد هو ده اه التلفزيون اهو. ماشي خلاص تمام اوكي، اعتقد كده كل حاجه عندنا الحمد لله ما فيهاش مشكله. ونجيب اي كاميرا من الكاميرات بقى، سواء الديننج روم او الصالون او الى اخره. ادي كلها طبعا الساعه اتحطت هنا اهي، مرايه كويس، دي حاجات بقى بتلاحظها انت بقى ايه وانت شغال كده. تمام، ان انت لازم المرايه دي حضرتك اللي انت محطوطها ورا دي لازم تتشال. انا خدت بتاع، انا عايز المرايه، عايز المرايه طبعا، بقعد انشر عليها لحد ما اجيبها. ايوه هي دي، واقول له ايه ديليت، انا مش عايز المرايه دي. وطبعا يهمني ان انا برضو اوسطن الساعه في نص البانوه يا جماعه. ماشي، دي حاجات طبعا بتبقى ايه ديتيلز بسيطه قوي، لكن بتفرق معانا في الفينش بتاعنا يعني، برضو ما يجيش ايه بص حاجه معوجه، حاجه مش مظبوطه. تمام، يهمني طبعا تكون بص دي مرحله زي الساعه. طبعا الكلام ده مش مظبوط مش صحيح، فما ينفعش الكلام ده، الكلام ده ما ينفعش معانا في الشغل يا جماعه. بيهمنا التفاصيل تكون كويسه، فبوسطن الساعه في النص كده تقريبا. تمام، زي ما انت شايف كده. تمام، مش لازم بقى انك تظبطها سيب في النص، بتبقى باينه يعني، واضح قوي انها في النص، واضحه هي عندنا خلاص. فالموضوع ما بقاش ايه يعني لازم بقى بالمسطره وبالشوكه والسكينه زي ما بيقولوا، لا الموضوع بسيط قوي. في حاجه تانية انا نسيتها معلش، انا يمكن قلت لكم عليها، قلت لكم انا عايز الجوانب العمدان دي تتعمل جرانيت او تتعمل رخام صناعي، صح؟ تتعمل جرانيت او رخام صناعي. طبعا عندي الماتيريال بتاعتها اللي بتاعت الرخام اللي احنا اشتغلنا بيها خلاص، نفس الماتيريال اللي احنا كنا شغالين بيها لو انتوا فاكرين، احنا جبنا الماتيريال هنا بتاعت الرخام والجرانيت اللي هو بديل الرخام. كنا جايبين هي راحت فين؟ كنا حاطين هنا بديل الرخام والجرانيت. بسم الله، احنا كنا مستخدمين هنا، راح فين؟ كنا جايبين هنا الماتيريال بتاعت الرخام والجرانيت احنا مستخدمينها عندنا في الشغل بتاعنا. طب شوف كده في الموديل هنا، بسم الله انا مش شايف ولا ايه؟ انا مش شايف ولا ايه؟ انا فاكر انا جايب الرخام لما خدنا منه الارضيات بتاعتنا، خدنا منها الأرضية، أعتقد إن إحنا حطيناها هنا.
بسم الله. فين اعتقد هو ده ممكن فلور. ايوه اعتقد ممكن يكون هو ده. هو ده تمام. بس احنا خدنا لون واحد بس تمام، خدنا لون واحد فقط منه. ممكن نجيب الايه اللون التاني بتاعه، اعتقد اللون هيبقى موجود عندي هنا في المكتبه جوه. تمام نجيب الايه الماكس هنا ونجيب اللون. نجيب طبعا هجيب اكيد لون غامق، يعني هنجيب حاجه اغمق تمام، مش هنجيب حاجه فاتحه. بسم الله. فين الماتيريال بتاعتنا؟ لا مش ده. فين بسم الله. كنا جايبينه، فاكر ان احنا جايبينه من هنا تقريبا. نشوف هنا في الكلاسيك في حاجه فيها رخام او حاجه. طب هنا لا، في مودرن هنا هتلاقي في رخام او بورسلين او جرانيت. تايه مني خالص، فاكر ان احنا جبنا من هنا من البلوكات من عندنا يعني. بسم الله. اعتقد ايه ده برضو كاربت كار اذرز. ايه اذرز؟ ده بتاع الميه ده اللي احنا كنا عايزين منه ما اتعملش. غريبة جدا، مش عارف ليه مش باين ليه أوي كده. ايه المشكلة هنا؟ ايه المشكلة عندنا هنا؟ طب التاني كان اسمه ايه اللي كان موجود عندنا في فايل بروجكت هنا؟ فاكرين اسمه؟ كانوا عاملين اسمه هنا ايه اللي هو ده صح؟ ندور عليه هناك بنفس الاسم ده كده. لا مش موجود هنا، غريبة جدا. كان واضح جدا قدامنا وكان باين الارضيات الرخام والجرانيت كانت واضحه قوي واحنا بنختارها، ما اعرفش ليه تايه مننا دلوقتي. بسم الله. فين يا هندسه؟ تحت فين؟ في حد بيقول لي تحت كده. لا ده كده ماشي اوكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنا عايزين نعمل القصة دي فين؟ غريبة جدا، غريبة جدا. عنده مكاتب كل ده، سبحان الله. مش عارف في ايه يعني، احنا محتاجينها دلوقتي تتوه مننا بالشكل ده. طب ممكن يكون هنا في الماتيريال في حاجة هنا. اهو ده تقريبا صح. اي شفت بقى فين واحنا عمال ادور في القصة دي كلها. ماشي طبعا عندنا هنا مجموعة ماربل اهي تمام، خدنا احنا منها اللون الابيض ده، وفي الوان تانية ممكن ناخد. اكيد طبعا هناخد لون غامق، مش هناخد لون فاتح خلاص. ممكن ناخد لون مثلا زي كده او لون زي البني ده كده، اي لون من الالوان دي. فتعال نتفرج على الالوان بتاعتنا. طبعا هو مديك مجموعه الوان زي ما انت شايف كده اهو، نقدر نختار منهم. ده طبعا واخد الالوان الغوامق، ده اللي احنا واخدينه ارضيه. اللون ده عامل ازاي؟ نبص عليه كده. احنا عايزين حاجه تكون مقاربه للالوان بتاعتنا
يعني اعتقد لا، عايز حاجه افضل شويه. انا بشوف بس الالوان دي لو فيها حاجه تنفع اوكي، ما فيش خلاص. لا ده قلب على الاخضر، ما اعتقدش ان هو نافع. طب هنا اعتقد ده في بيج شويه. لا اعتقد انا ممكن اخد حاجه من البلاك دول، يعني ممكن حاجه من دول، ممكن ناخد يا البني ده يا اللون ده، يعني حاجه من الالوان دي كده، او ممكن الاسود. الاسود طبعا ممكن ينطق معاك نطقه حلوه جدا، انا شايف ان هو الماتيريال بتاعته كويسه جدا. ممكن ناخد البلاك. طيب البلاك ده فين اهو، تمام، اللي هو ده كده، نعمل له كده اوبن اكستراكت اوكي ماشي، وناخد ده مع ده كوبي وننقله فين، في الفولدر بتاع المشروع. طيب نطلع فولدر بقى كده ونحطه هنا جنب اخوه، ممكن نحط الاثنين مع بعض وخليه بره كده مش مشكله. بيست اوكي. اللي هو ممكن نديله اسم تاني عشان ما نتوهش فيه. اي ثينك نقول مثلا بلاك جرانيت. مثلا جرانيت، مثلا حاجه زي كده، بلاك جرانيت، اي حاجه يعني، بس ابقى عارف ايه الماتيريال بتاعته يعني. ماشي، طبعا المابس بتاعته والحاجات دي كلها جود كويس. ناخد بقى ايه الشغل بتاعنا، مديها بريفيو اهو للصور. احنا قلنا ناخد البلاك ده، تمام، اي ثينك ان هو هيبقى افضل. في حد بيقول لي رقم 3، قصدك اللون ده يا باشمهندس ابو بكر؟ مش عارف، بس حاسس ان هو فاتح مع الحيطه مش هيبقى ظريف يعني، بتاع البلاك ممكن ينطق اكتر يعني. على المهم نجرب ونجرب، مش هنخسر حاجه يعني. طيب تعالى بقى في الماتيريال بتاعتنا، خلاص نقفل ده، ناخد بقى في البروجكت بتاعنا كده خلاص، ونيجي نقول له بعد اذن معليك تعالى لي هنا ايه في البرسبكتيف كده، ماشي حلو قوي، اديني الايه الماتيريال دي لو سمحت، ارميها لي هنا وبعدين ناخد الماتيريال نشتغل عليها. حلو قوي، هنيجي نعمل برضو امبورت كده من هنا، لان غالبا هينزل معايا قطع اجزاء يعني، ممكن كده ناخد بقى ايه عندك البلاك جرانيت. فين بلاك بلاك بلاك؟ انا كاتبينه هنا فين 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 فين. طب ممكن يكون في ال، نخرج بره كده، في بلاك جرانيت هنا اهو. ناخد بقى كده ده التكستشر بتاعتنا دي، المابس بتاعت اوكي. طب ناخد ده كده نقول له ايه بعد اذنك انزل لي هنا اوبن امبورت موديول فاوند نو. ليه مش لاقي حاجه ولا ايه؟ وغريبه جدا. ميرج بلاك جرانيت كان لسه قدامنا اهو، نقول له كده اول افتح لي كله كده ونشوف في حاجه تايهه عندنا ومش شايفينها. اول فايلز اهو ده كده اوكي اوبن ماشي اوبن اول، ونقول له ايه اوكي. طيب ينزل عندنا الفايل بتاعنا كله بسم الله، ونختار الاجزاء اللي احنا عايزينها فقط عندنا من الماتيريال. طبعا هو نزل عندي كبلوك مش مشكله، اخد منه الماتيريال زي ما انا عايز، ما عنديش مشاكل باذن الله. حرك ده كله كده، وهو مديني كل الماتيريالات الاربعه اللي ما شاء الله تبارك الله، عايزين بقى ندور عليهم ونشوف الماتيريالات الاربعه انهي واحد فيهم. اعتقد ان الاولاني ده هو الاسود. طبعا واحد يقول لي طب انا اعرفها ازاي؟ هقول لك برضو عندنا موضوع الماتيريال والقطاره الحلوه الجميله بتاعتنا دي اللي بتنفعنا في الزنقات دي كلها، عشان سعادتك ما تضيعش وقتك في الريندر على الفاضي وخلاص. وريني كده بقى سعادتك، بيديني ميسنج. ميسنج ليه؟ ميسنج ليه بقى؟ ما هو المفروض احنا جايبينه امبورت اهو، ده كده بقى مشكله. طب الكوره دي برضو ميسنج. طيب اللي بعدها، يبقى كده واضح ان دول هيبقى فيهم مشكله ومحتاجين ماتيريال ثانيه. اوكي، والكوره كده برضو ميسنج، كلهم ميسنج كده خلاص. غريبه جدا، ليه مش شغالين؟ ليه مش شغالين؟ الفي دبليو ماب المفروض كل حاجه تمام، فلما اقول له دي كده مديني ميسنج ماتيريال. ميسنج ماتيريال ليه؟ ليه عندي المابس بتاع كل حاجه كلها موجوده اهو. طب ناخد الاف بي اكس، ممكن يكون يشتغل احسن. سيبك من ده، نجيب
import للفايل التاني يمكن يكون مضغوط. merge هات لي الفايل التاني ده. ماشي اوكي خلاص تمام، نزل الفايل مش مشكلة، عندي الحجم مفيش مشاكل، أهم حاجة بس يكون الماتيريال مظبوطة. برضو عندنا القطارة ونشوف، لازم نحل المشكلة دي بإذن الله كده بهدوء. نيجي كده نشوف القطارة بتاعتنا نقول له هات لي إيه الريندر. ماشي طب التاني كلهم لون واحد ولا إيه؟ ازاي بقى؟ طب ناخد الكورة دي كله ما شاء الله نازل بلون واحد، معرفش ليه، مش مفهوم موضوع اللون واحد ده ليه. طيب ما علينا، المهم واضح ان في مشكله في الجزئيه دي، فمش عايزين نضيع فيها وقت ايه في القصه دي خالص. ممكن لما نشوف اي ماتيريال او ممكن نعملها احنا ماتيريال خلاص. طبعا ممكن انا اجي ممكن اخد الماتيريال بتاعتي كده، ممكن العبها انا ماتيريال من عندي، بس طبعا الموضوع هيبقى متعب شويه. يعني ممكن اخد اي ماتيريال كده عاديه جدا ماشي، واضيف اد ماتيريال من عندي اهو تمام اوكي. والماتيريال دي مثلا خليها مثلا سي كولوم كولوم خلاص اوكي. واجي على الماتيريال دي نديها الصوره اللي احنا عايزينها، ما عنديش مشكله خالص، ناخدها منه بره نسرقها منه. البلاك جرانيت فين؟ يعني ان شاء الله الحمد لله كل حاجه بنسلك فيها، يعني مش هنقف عليه اهو. اعتقد اللون ده كده تمام خلاص، ولا ده الاخضر ده البلاك اعتقد هو ده صح. اوبن تمام، ادي الايه الماتيريال بتاعتنا، ولا هنزعل نفسنا ولا هنضايق نفسنا في اي حاجه تانية خالص تمام. وبعدين ناخد عندنا مثلا سي بامبايه كده صغيره، تعالى يا عم بقى كده في ايميلك ايوه، هات لي برضو ايه صوره حلوه كده البامبايه بتاعته كده، نفس الموضوع هي نفس القصه تمام. وهي يا سلام تمام التمام. وناخد بقى ايه اخينا ده نبتدي نشتغل عليه، نقول له تعالى بقى يا ريس احنا لينا شويه شغل هنا. اول حاجه ساعتك لميع قوي تمام ماشي، اللمعه بتاعتك عاليه قوي. طبعا ما فيش شفافيه، في انعكاس كبير تمام، ممكن نخلي انعكاس 8 من 10 ولا حاجه عشان يديني ايه انتشار سنه تمام. هي الفكره في الانتشار بتاعتي تمام، نسبه الانعكاس بتاعته تبقى عاليه شويه خلاص، ونخلي اللمعه بتاعته 9 من 10 نزود اللمعه بتاعته سنه خلاص، او هي 8 اعتقد مباشره يعني. حلو قوي تمام. طيب والبامب بتاعنا هيبقى بنسبه كام؟ البامب بتاعنا فين فين فين؟ بسم الله نجيب البامب من هنا افضل، نجيب هنا الايه المابس بتاعتي في البامب اهو 30 اعتقد اوفر قوي، انا عايز بس 3 من 10 كده ولا حاجه يعني 30 ايه يا عم. تمام تمام كده باشمهندسين، يبقى انا كده عملت الايه الجزء بتاعي ده كده عندي انا. طيب تعالى بقى على الحيطان دي كده سعادتك، زي ما عملنا في التلفزيون، اقول له تعالى كده بعد اذن حضرتك تمام. احنا واخدين الجزء اللي احنا شغالين بيه ده كده اللي هو ده العمود صح مع ده اوكي، ونيجي العمود الثاني، في عمود ثاني هنا، ده هما العمودين دول بس. لا في عمود اهو كمان، بس اي ثينك ده احنا حاطين عليه بانو فمش هينفع، فخلينا في العمودين دول بس فقط لا غير كده، اللي هو ده العمود ده والعمود ده. الماتيريال بتاعهم اللي هم ثلاثه. طيب ممكن نخليهم مثلا سي واحد خلاص، واعمل الباقي كله يبقى اتنين خلاص اوكي تمام. يبقى انا كده حددت الايه الماتيريال بتاعتي. حلو جدا، يبقى الحيطان دي كده هنعمله بالماتيريال بتاعتنا. نيجي نقول لك بعد اذنك افتح الماتيريال كده، هنعمل القصه بتاعتنا، لك لو سمحت هات لي ماتيريال زي التلفزيون كده بالظبط اللي احنا عملناها، احط لك ماتيريال هنا اوكي. والماتيريال دي هتبقى دي هنسميها وول دبليو اي، وهتبقى اتنين بس برضو نفس الفكره اللي احنا عملناها في التلفزيون يا جماعه تمام خلاص. وهقول لك ان رقم واحد هيبقى جرانيت، ورقم اتنين هيبقى اللون بتاع الحيطان اللي هو فين، اللي هو اللون اللي فاتح ده اهو اللي احنا عاملينه قبل كده، مش هنعمله بقى تاني خلاص، هو عندنا قبل كده خلاص. واللون التاني بتاع الحيطان اهو كده تمام. يبقى كده عندك ايه لون الحيطان بتاعت حضرتك اهي. يبقى ساعتك تاخد الوول دي كده وتقول له بعد اذن معالي جناب سيادتك اعمل لي اساين تو ايه ها سيلكشن ماتيريال، هتلاقي اللون الايه الغامق بدا يبان معاك اهو، شايفه كده تمام. طيب حلو قوي، نسيب بقى الكلام ده كله معلش عشان طبعا ما يحصلش معانا اي مشكله في اي حاجه باذن الله.
طيب كويس يعني. طبعا ما انساش انا ممكن اديله يو في دبليو ماب برضو ماشي، واقول لك انا عندي بوكس عشان بس يبقى الدنيا واضحه عندي خلاص عشان جزئيه الايه الماتيريال بتاعتي. طيب حلو قوي كده، احنا تقريبا خلصنا كل اللي احنا بنتكلم فيه في الشغل بتاعنا، وادي الديننج بتاعتنا، وادي الماتيريال بتاعتنا اهي، وادي كل الايه الحاجه اللي احنا حطيناها بالساعه بخلافه من كل اللي احنا عندنا كده. الحمد لله احنا خلصنا كل حاجه بالنسبه للمشروع بتاعنا، واتمنى ان ما يكونش في حاجه عندنا ما عملناهاش، في حاجه هنا تايهه فوق ما اعرفش ايه هي، هو كنت حاجه لا كله موجود الحمد لله. هي دي شفافه ولا ايه؟ لا مظبوط معنا كده ايه اوبن، هو هيكون في مشكله انا مش طالب ايه، لا كله تمام اوكي ماشي، ونقول له كده ايه كلوز. طيب كده احنا خلاص وصلنا لاخر مرحله خالص بفضل الله، وخلصنا كل المشروع بتاعنا الحمد لله رب العالمين. وعايزين دلوقتي نبتدي نبص على الريندر بتاعنا او ناخد الشوت النهائي. زي ما احنا طلعنا كده الشوت بتاعنا اللي احنا وريناه قبل كده على الجروب، اي شوت من دول سواء ده او ده او ده اللي اشتغلنا عليها، اي واحد من دول كده سواء كان الشوت ده او الشوت اللي احنا طلعنا سابقا اللي هو الشوت الثاني ده تمام، عايزين نطلع شوت نبتدي نوريه العميل او نبتدي الفينش بتاعنا يبتدي يظهر معايا. طيب دلوقتي محتاجين نعمل حاجه اسمها اعدادات الريندر. اعدادات الريندر بتاعتي انا تبقى موجوده في الريندر فوق خلاص، او عندي اللي هو الريندر سيت اب المشهور طبعا باف 10 او اف 10، كتير قوي عارفين الموضوع ده. الاعداد دي موضوع كبير قوي خلاص، ولو الناس اللي حضرت معايا كورس الماكس قبل كده عارفين كويس قوي ان انا عشان اقدر اشرح في الاعدادات دي ممكن اقدر يعني احنا كنا بنقعد فيها محاضره حوالي 4 ساعات فاكرين تمام، يعني كده الناس اللي حضرت معايا الكورس الماكس قبل كده محاضره الريندر دي عشان اشرحها بالكامل كنا بنقعد محاضره تقريبا 4 ساعات تمام، واحيانا ما كانتش بتكفي. فاكرين يا جماعه ولا لا؟ حد من اللي حضر معايا الكورس فاكر الكلام ده؟ باشمهندس ايمن عارفه. فالموضوع طبعا بيبقى صعب جدا، مش عارف طبعا لمهولك خلال نص ساعه، لكن كل اللي انا عايز اقوله لك ان الموضوع الريندر عشان في بعض الناس برضو بيسالني اسئله يعني بتبقى ملفته شويه، يقول لي طب يا باشمهندس طب الفي راي ولا الكورونا؟ تمام الكورونا ريندر مش الكورونا يعني ربنا يعفو الجميع مش فارق الجميع، الكورونا ريندر يعني الفي راي ولا الكورونا؟ اصل الكورونا اسهل واصل الفي راي تقيل شويه او صعب وكده. الكلام ده كله طبعا كلام مش صحيح، او كل واحد حسب استخدامه، يعني واحد اشتغل على الكورونا فهو عجبك كورونا فخلاص يبقى الكورونا. الناس اللي شغاله على الفي راي خلاص كده، بس انا شايف ان معظم الناس من لسه بتشتغل على الفي راي، بس لو فهم الفي راي كويس او فهم الريندر سيت اب بتاعه كويس. انا هبص في عجاله وبعدين هديك طريقه في الاخر اللي احنا بنشتغل بيها، في طريقه سريعه موجوده جوه البرنامج بيقدر يظبط لك الاعداد دي بمنتهى السهوله غير دماغك. طيب الريندر سيت اب زي ما انتم شايفين كده اهو خلاص، في حد بيسالني بيقول لي مين؟ باشمهندس ابو بكر بيقول لي ما عملناش الانتري. انتري اللي ما عملناش يا باشمهندس؟ ايه اللي ناقص في الانتري؟ ماتيريال الركنه ماله؟ الركنه شغاله. انت قصدك على الكراسي قصدك دي اللي هو الصالون مش مش الركنه. الكراسي اه ما هي مشكله انا لازم نغيرها، ما الكلام كله سوري انا اسف اسمه البلوك كله هتغير تمام. فطبعا مش عايز اضيع وقت ان انا اخش اطلع كده، فانا هنزل بلوك من على الانترنت وهعمل لكم الرندر النهائي بتاعه ان شاء الله اوكي. طيب تعال بقى للرندر بتاعنا ماشي. الرندر سيت اب زي ما انت شايف كده، طبعا هو خد بالك ان ده الفي راي اللي هو 3 و6 ماشي، في الفي راي 5 دلوقتي موجود، والفي راي 5 على فكره مسهلين والدنيا ابسط بكتير. في ناس طبعا كان الفي راي زمان اللي هو 3 و2 و3 و2 و8 و2 و4 الحاجات القديمه دي كانت متعبه شويه في الشغل، لكن هم طبعا كل ما بيطلعوا اصدار جديد بيسهلوا في الامور. كل انا اقول لك عليه في عجاله بسرعه كده عشان شغلك انت الاساسي تمام، ان في الفي راي هنا انت بتفتح الريندر بتاعك، طبعا هنا بيقول لك انت شغال في راي 3 و6 زي ما انت شايف كده خلاص، مالكش دعوه بالار تي، مالكش دعوه بالار تي يعني بتتكلم في الادفانسد تمام خلاص اللي هو 3 و6. الار تي ده اللي هو الريال تايم، ده عشان الانيميشن والكلام ده كله، ما تدخلش نفسك في القصه دي، لا احنا شغال ادفانسد. بتقول له هنا انا شغال دايما على الايه الكواد 4 اللي هو الكام، ممكن اقفل دي عشان ما ايه ما اغيرش معايا ما ادوسش غلط في اي مكان، ممكن اقفله دي خلاص هو دايما عارف ان هو شغال في الكواد 4 تمام. باجي هنا تحت
ماشي، الاختيار بتاعك بتاع الشوت بتاعك ماشي، ده مقاس او ريزوليوشن الصوره بتاعت حضرتك. يعني ايه ريزوليوشن؟ هنا بيقول لك مثلا نسبه طول العرض تمام 1 الى 33، اللي هو مثلا بيقول لك 800 في 600، ده الشوت اللي احنا بنقول 800 في 600، ده ريزوليوشن او جوده الصوره، جوده الصوره. وكل ما تزيد الجوده دي كل ما الصوره تبقى نقيه جدا، بقى توصل لحد ال 4K بقى او اكتر زي ما انت عايز تمام ماشي. ففي بعض الناس مثلا ايه، والله لو جهازه على قده بيشتغل على ايه اعدادات كويسه. شوف احنا شغالين على 1200 من شويه ومطلع صوره حلوه مش وحشه. انت عايز حاجه بقى حاجه عاليه جدا، وانت بقى عندك جهاز ما شاء الله قوي جدا، والعميل بتاعك عميل طبعا متميز، وعايز تظبط معاه الدنيا، اعلى يا باشا زي ما انت عايز تمام. واحد يقول لي طب يا باشمهندس اعلى لحد كام او اقصى حاجه؟ اصل واحد بيقول لي مثلا ايه 1500 مش عارف كام يا باشمهندس، واحد بيقول لي مش عارف 2000 في مش عارف كام. لا هقول لك يا باشمهندس الموضوع مش كده، الموضوع ممكن يوصل معاك لارقام انت ما بتحلمش بيها يعني. خلاص لما يكون عندنا حاجه قويه جدا وشغل عايزين بين ديتيلز قويه قوي، لا احنا بنوصل. مثلا هوريك مثال بسيط للريزوليوشن، عشان بس بعض الناس ايه بتقعد تتكلم معاه تحسسك ان انت ايه، لا انت لا ده في كذا، ده فلان قال كذا. الموضوع مش حكايه فلان ومش فلان، الفكره احنا بنتكلم بشغل علمي، احنا ناس بنتكلم باسلوب علمي وبنحب نتناقش باسلوب علمي. خلاص وده دورنا. طيب تعالى مثلا نفتح اي كتالوج لل اتش دي اي ار، ال اتش دي ار اي تمام، اللي هو الهدري او الهاي ديفينيشن ريزولوشن ايمج تمام. هدري الاختصار لهاي ديفينيشن ريزولوشن ايمج، يعني صور عاليه الجوده. خلاص نشوف المقاسات بتاعتها كام تمام. انا طبعا مش بقول لك اشتغل بالمقاس ده الا في حالتين، اتنين يكون عندك عميل قوي جدا وشغله ممتاز جدا، بتتكلم في مشروع كبير وفي عائد كويس تمام، يبقى لازم ترفع له الريزوليوشن بتاعه، تعمل له حاجه قويه تمام عشان تشتغل او تناسب العميل المتميز اللي انت شغال معاه. طبعا عميل متميز بتكلم كشركه مالتي ناشونال، بتكلم مش بتكلم عميل بقى واحد عنده شقه وعنده فيلا عاوز تعملها له تمام، لا انا بتكلم مع شركه كبيره تعمل بروجكت كبير تمام. فالراجل ده محتاج حاجه يحطها في الدعايه والاعلان قويه اوكي، ففي الحاله دي بتعمل له حاجه قويه ليه. معرفش ليه تقل عندي الفايل كده، انا بدور بس على الهدر يا جماعه مش حاجه تمام. الحاله الثانيه لما يكون معاك جهاز قوي، لما يكون معاك بقى ورك ستيشن كده محترم، ده والايه دول بروسيسور مثلا ولا حاجه، عندك حاجه مثلا سي بتتكلم في 48 كور ولا حاجه ولا كده، بتتكلم في جهاز محترم يعني. يعني كل ما بتزود فيه الريزوليوشن بتاعك كل ما بيزيد وقت الرندر بشكل قوي جدا 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 تمام. هو مش عارف ليه مش عايز يفتح الكتالوج، ما علينا نقفل الكتالوج خالص، مش وقت نبص على اي صوره. بسم الله مش عارف هو انتوا سامعيني يا جماعه ولا في مشكله؟ باشمهندسين سامعيني؟ باشمهندسين تمام يا استاذ كده، انا مش عارف، انا حاسس ان الجهاز وقف مره واحده مش عارف بقى التهنيجه دي من ايه، فانا مش عارف بقى نت ولا كده، بتاكد بس ان انتوا سامعيني، ما اعرفش بقى ايه المشكله بتاعته. غريبه جدا يعني، جهاز قفش كله بعضه، يظهر انه زعل ان انا بقول له اجهزه قويه وكده، فيظهر الجهاز بتاعي زعل مني تمام. طب اي حاجه طب تفتح تاني، مش عايزين الهدري خالص يعني. حول ولا قوة إلا بالله. طب باشمهندسين يعني واضح كده ان انا هضطر اعمل ريستارت للجهاز، فاصبروا معايا دقيقتين بالظبط وهرجع لكم تاني اوكي؟ معايا يا باشمهندسين؟ اوكي يا باشمهندس. ماشي لحظة واحدة بس بعد إذنكم.
مش منصير جدار كنت انا سامعني. ايوه انا ما بعملش عندي شير على فكرة، رافض عندي الشير. ايوه ثواني بس هعملها كول. ماشي معاك يا هندسة، معاك اتفضل. خلاص اتفضل كده. تمام. عذرا يا باشمهندس، معلش عفوا للعطل اللي حصل المفاجئ ده، طبعا الموضوع خارج عن ارادتنا يعني. المهم على ما يفتح المشروع بتاعنا بيفتح معانا هنا كده اهو، ده كده عشان نكمل الجزئيه اللي كنا بنتكلم فيها. بعد اذنك يا باشمهندس، ممكن لو اخرنا 10 دقائق ولا ربع ساعه كمان فيها مشكله ولا في مواعيد بعد مننا؟ لا لا تمام مفيش حاجة بعدين. طيب خلاص اوكي، عشان نعوض بس الوقت ده. اوكي اشكرك جدا. طيب نرجع تاني يا باشمهندس للنقطه بتاعت الاعدادات الريندر في ظبط ريزوليوشن الصوره. في صور عندنا هنا اسمها ال HDRI، دي بتستخدم في الاكستيريور الشغل الخارجي بتاعنا زي ما انت شايف كده، هو البيئه او الايه الانفايرمنت الخارجيه بتاعتنا. فالصور دي بتبقى اسمها هاي ديفينيشن ريزوليوشن ايمج. طب تعال نشوف الصور دي ابعادها او مقاساتها عامله ازاي. طبعا بيديك اهو الصور او لقطات ليها. تمام، مثلا صوره زي كده، انت مثلا ممكن تكون صوره زي كده عجباك، طيب ما تيجي نشوف كده الريزوليوشن بتاعها كام، ايه رايك؟ 6000 في 2900. تمام 6000 في 2900، عشان بعض الناس يقول لك لا بص يا باشمهندس ما تزيدش عن 1200، 1000 ونص، 2000 بالكتير قوي. لا ده انا بوريك اهي، خلاص 6000 في 2900 ده ايه النون كوميونيكال، دي ايه اللي هي الايه الغير تجاريه. طب لو تجاري بص حضرتك عامل كام، 12000 في 5800، ضعف الرقم اللي فوق ده. واضح الكلام ده كده يا جماعه ولا في مشكله؟ يا باشمهندسين واضح اللي انا بتكلم فيه ده. فهنا الراجل بيقول لك اهو انت عايز صور هاي ديفينيشن او صور قويه جدا لمشاريع قويه، النون كوميريكال اللي مش تجاري اللي هو بفري يعني مش بفلوس. تمام، فبيقول لك 600 في 2900. طب لو حاجه بقى تجاري، تمام ريزوليوشن عالي بقى حاجه كده تستاهل، قال لك ايه 12000 في 5800. تمام ده انا بوريك اهو اكزامبل عشان الناس بتقول لك لا اصل مش عارف، لا احنا بنتكلم زي ما قلنا بشكل ايه مظبوط. هنبص كده طبعا في حاجات خد بالك اكبر من كده كمان، هنا برضه هو قال لك 12000، ده بقى كده كل الريزوليوشن فايل ده بيتكلم في 12000. ده اللي هو الايه التجاري. تمام، عشان كده اقول لك في صيغتين للتعامل، لو بتتعامل مع شركه محترمه شركه كبيره مالتي ناشونال وعندك جهاز محترم، خد بالك من النقطه دي، عندك جهاز محترم. اوكي ليه؟ لان انت مثلا لو حسبناها كده بهدوء كده مع بعض، خد بالك انا هحسب لك على النون كوميريكال، يعني بتتكلم في 6000 بكسل خلاص في 2900 بكسل، يعني بتتكلم في حوالي 17 من ايه مليون و400 الف. تمام خلاص بكسل. طب ب 17 مليون و400 الف بكسل دول لو الجهاز قاعد يشتغل على ريندر على بكسل بكسل، تمام من دول هياخد منك تايم قد ايه؟ فعشان كده بقول لك لازم يكون عندك جهاز قوي جدا تقدر تشتغل بيه. خلاص اوكي حاضر يا هندسه، عينيا حاضر عينيا. تمام يا باشمهندسين، فالحاجات دي كلها ريزوليوشن يعلى قوي لما يكون ليك حاجتين اتنين. اول حاجه تكون شغال مع شركه مالتي ناشونال بتدفع كويس، الدنيا مرتاحه، شغل مستوى عالي قوي، يبقى انت ترفع له الريزوليوشن زي ما انت عايز. اوكي طبعا مش لازم اوصل للسته والكلام ده كله، يعني خليك مثلا 3 4 5، يعني انت برضو اظبط طبقا للايه للريزوليوشن اللي ممكن تشوفه مظبوط. الحاجه الثانيه ان انت يكون عندك جهاز قوي، يكون عندك جهاز يبتدي ينتج معاك او يشتغل معاك يستحمل البهدله اللي انت هتعملها او الشغل اللي انت هتتكلم فيه ده او الريزوليوشن العالي اللي احنا بنتكلم فيه ده يا باشمهندسين. اتمنى تكون الامور واضحه ووصلت الايه المعلومه، عشان بس بعض الناس تيجي تتكلم يقول لك الريزوليوشن، يقول لك يا باشمهندس ازاي ما فيش ريزوليوشن عالي قوي ده؟ لا موجود، وانا وريتك دلوقتي اهو اكزامبل من الاتش دي ار اي اللي احنا اصلا بنستخدمها في الاكستيريور، فعشان ما حدش يجي يقول لك لا احنا جايبين شغلنا احنا. اوكي؟ اتمنى تكون المعلومه وصلت بالنسبه لنا، افتح بس الفايل بتاعنا عشان نبتدي ان شاء الله نطبق على اعدادات الريندر بتاعتنا في عجاله باذن الله. يلا سيد فايل. بسم الله. طيب عموما على ما يفتح الفايل بتاعنا، باشمهندس ابو بكر كان بيسال عايز مواصفات جهاز، هو دايما طبعا في عجاله كده احنا دايما بنبص لحاجتين، ورك ستيشن خلاص سواء ده الورك ستيشن او الجيمنج، يعني دايما لما بتجيب لاب او، وانا ما بفضلش اللابات بصراحه لان اللاب مهما كان قطع غياره غاليه جدا والاعطال فيه بتبقى قاتله غير الورك ستيشن. الورك ستيشن بيبقى تقدر تفك وتعدل فيه زي ما انت عايز، الا بقى لو انت ظروفك محتاج تبقى لاب تتحرك بيه فده اوبشن تاني يعني. فلما تفكر تجيب جهاز يبقى تجيب حاجه ورك ستيشن تمام او جيمنج، يعني في لابات كده او اجهزه معروفه اسمها ورك ستيشن
او جيمنج، تمام؟ الاثنين يشتغلوا معك، اوكي؟ حاول تدور على اعلى مواصفات. يهمنا البروسيسور يكون عالي محترم، يهمنا يكون فيه طب الحمد لله دي اخر حاجه موجوده اهي، يهمنا يكون رامات كويسه، يهمنا يكون كارت شاشه محترم. فدايما بنفكر في الجهازين دول يا جماعه، الورك ستيشن والجيمنج. ده كده بشكل عام. التفاصيل بقى اللي جوه دي ممكن نبقى ايه نتكلم فيها، لان زي ما قلت لكم انا دايما بشغل قرص ماكس، باخد اول محاضره اشرح الجهاز اللي هنشتغل عليه قرص محترم، اوكي؟ طيب نرجع بقى للرندر سيت اب بتاعنا تاني. احنا قلنا اول حاجه عندنا بنحدد الاصدار بتاعنا وبنثبت على الكواد 4 اللي هو المربع الرابع بتاع الرندر بتاعنا، ونيجي هنا للريزولوشن. الريزولوشن زي ما احنا اتفقنا بقى هو اللي هو 1200 في 900، ده اللي ايه انا عامل حاجه كده تست. لو انت عايز تعلي طبعا وضحت لك النقطه دي فيها ايه، تمام؟ طيب ده بالنسبه لايه للريزولوشن بتاع، مش محتاج حاجه من هنا دلوقتي مؤقتا تاني. هروح على الفي راي نفسه. عندي مجموعه في راي كبيره قوي في الاعدادات بتاعتي، محتاج ان انا اشتغل عليها. الاوفر رايد ماتيريال دي لو واخد تيست رندر لما عملناه قبل كده في الاضاءه، ده في الجلوبال سويتشز. الايمج سامبلر طبعا كان فيه اللي هو البروجريسيف والباكت، احنا بنشتغل على الباكت، تمام؟ انا بتكلم بس في عجاله عشان الوقت بس بتاعنا، خلاص. الايمج فلتر لازم فلتر تحطه مع الفي راي، طبعا انت وانت شغال بيبقى فيه الفي راي او الفلتر بتاع الفي راي. لا، في عندك الميتشل نيترفيلي وفي عندك الكامتر روم، انا بشغل ميتشل نيترفيلي، خلاص. ده الفلتر عشان ايه فلتره الصوره، نقاء الصوره، تمام؟ ده خلاص احنا اخترنا الباكت، اوكي. الجلوبال دي ام سي ده عشان النويز، ممكن تشغل النويز او تقفل النويز بتاعه، طبعا انا مش بشغله، انا شغال عادي جدا. الانفايرمنت ده عشان الخارجي لو بتحطش اتش دي ار اي، طبعا ما عندناش خارجي. كلر مابنج بنشتغل على الاصدار اللي نازل جديد اللي هو الرين هارد، طبعا كان فيه الايه اللي هو الاتش اس في، وكان في عندنا اكسبونشال، الحاجات دي كلها. لا احنا رين هارد جديد شغال كويس جدا من ضمن الحاجات الجديده. الكاميرا ما بنلعبش فيها، خلاص الكاميرا عندنا مظبوطه، اللي هي طبعا اللي هي بقى قدام الفيش اي والكلام ده كله، دي حاجات ثانيه، تمام؟ ادفانسد مش مهم عندي دلوقتي، اوكي. انا اشتغلت على كل الكلام ده بمنتهى البساطه، وخدت فقط عندي الميتشل نيترفيلي، خدت الفلتر بتاع. طبعا كل الحاجات دي هي اعدادات بتتظبط، لكن طبعا عشان اقعد اشرح كل اعداد واقول لك وظيفته ودنيته ايه، احنا ولا 3 4 ساعات يعني، تمام. الجي اي مهم جدا، هو الجلوبال انيمونيشن، خلاص، او الاضاءه بشكل عام. الاضاءه عشان البقع وعشان انتشار الضوء والانعكاس والانكسار والكلام ده كله، تمام. اشهر اثنين في الايريديانس ماب، خلاص، واللايت كاش، تمام. اثنين كويسين جدا. في ناس بتحب تشتغل على البروت فورس، اوكي، بس البروت فورس بطيء، هو اقوى من الايريديانس ماب، ماشي، بس هو ده خد بالك المعلومه دي غير صحيحه، هو اقوى ماشي، لكن الايريديانس ماب باعدادات معينه ممكن يبقى اقوى من البروت فورس بكتير، لكن البروت فورس بطيء. عارف انت نظام ايه؟ نظام الروتيني، هو بقى البروت فورس نظام روتيني يعني، تمام. طيب الايريديانس ماب احنا هنا كنا مخلينه فيري لو، واخد بالك انت، احنا مخلينه ايه فيري لو، قليل قوي. طبعا انت بتعلي بقى بتكون مثلا ميديوم او هاي، بس خد بالك ان في هاي انيميشن وفي هاي عادي وميديوم انيميشن، فانت خد بالك ان الهاي عادي وهاي انيميشن مالكش دعوه بالانيميشن، في فيري هاي. الهاي والفيري هاي تاني يكون عندك جهاز محترم، عشان الهاي والفيري هاي ده ممكن ايه يعني لو انت جهازك تعبان ممكن اصلا ما يقومش خالص يعني، اوكي. فانا شغال هنا فيري لو اقل حاجه، خلاص. السب ديفيجن بتاعه، اوكي، هم هنا كده 50، انا قللته خليته 30، يعني هو كان 50، تمام، ده اللي هو الستاندرد بتاعه، انا خليته 30، قللته عشان انا بعمل ايه ريندر كده عادي، ومع ذلك النتيجه كويسه مش وحشه، اوكي. وخد بالك زيادته مش بالقوه اللي هي، لا مش كل ما زود، هو كل ما زود المفروض ان يبقى فيه سهوله او نقاء اكتر، تمام، خلاص. لكن عادي، هو مش القصه اللي هتفرق معايا كتير قوي، انا 30 وشفت النتيجه بتاعتنا عامله ازاي، مش ما اعتقدش انها وحشه بالنسبه للشغل بتاعنا الدارج اللي موجود. عايز تخليها 50 براحتك، تمام، ماشي. عايز تخليها 30 زي ما هي برضو براحتك، اوكي. وطبعا ده ماشي، هيبقى ماشي مع عجل. انا فيري لو 30، طب انت خليته مثلا هاي و30 يبقى كده كويس جدا، فيري هاي و30 كويس واكتر واكتر، لكن برضو الاختيار ليك والشغل ليك، وده حسب قدرات جهازك. اللايت كاش هنا كان 1000، انا خليته 500 برضو، قللته النص، تمام. ده كل الاثنين دول متعلقين بالاضاءه، الدايركت والاندايركت، المباشر والغير مباشر. طبعا عشان اشرح بقى مباشر وغير مباشر والكلام ده كله موضوع زي ما قلنا هيطول شرحه، لكن انا بوضح لك بس الالات اللي انا اشتغلت بيها. طيب الكوستكس دي بقى حاجه متعلقه بالكريستال والستيل والحاجات دي كلها، اللمعه، تمام، اللمعه بتاعت الكريستال والنجف والحاجات اللي هي بقى ايه الفاز وقزل الازاز والكلام ده كله، اللمعه اللي انت بتشوفها في الكريستال بشغل الكوستكس بتشتغل معاك، بس طبعا على حساب برضو وقت الريندر، يعني لما تشغل الموضوع ده هياخد منك وقت ريندر كبير قوي وهيتعبك جدا في الرندر. برضه لو عندك جهاز تقيل خلاص ما بيهمكش، انت عارف انت ايه معاك جهاز محترم بتدوس وما بيهمكش يعني.
اوكي. طيب السيتنجز بتاعتك دي كان بقى اهم ما فيها، فقط بيكلمك على حجم الرامات اللي انت عايز توظفه، الكاش سايز. تمام، هي دي اهم حاجه عندي هنا، مش هخش طبعا في تفاصيل تانية. طبعا يفضل ان انت لما تكون تشتغل في ريندر وعندك جهاز، اعتقد يعني اقل حاجه دلوقتي هتلاقي 16 جيجا رام، اقل حاجه 16 جيجا رام. تمام، واحد يقول لي طب انا مش عايز 16 جيجا، هحط 10 جيجا بس، هحط مثلا 12 جيجا بس، والباقي سيبه مثلا لو حبيت اشغل حاجه براحتك. اوكي تمام، لكن تدي له حجم الرام اللي انت عايز توظفها للرندر هنا فقط. يعني بقول مثلا عندي مثلا سي، انا عندي مثلا 16 في الجهاز، عايز مثلا ايه 12 للرندر. تمام خلاص، والاربعه التانيين هشتغل مثلا اي حاجه تانيه، ممكن بقى اقعد اشغل اغاني، ممكن اقعد مثلا اشغل كليب او فيديو او فيلم اتسلى يعني جنب الشغل، او افتح مثلا انترنت اي حاجه يعني. الرندر اليمنتس طبعا احنا حطينا هنا الفي ريدي نويزر عشان النغمشه او النويز اللي تبقى في الصوره، فانا شغلته من الاول حتى كنت شغال بالرندر، فطلع برضو شغل كويس. في بعض الحاجات برضو احنا بنضيفها من هنا عشان برضو الناس تبقى معايا، دي هنحتاجها في البوست برودكشن. بنضيف ايه تاني؟ بسم الله، نقعد كده بس ايه نسجل ده، دي نويزر خلاص احنا خدناه. اوكي، في عندك ايه الاكسترا تكست اللي هو تكستشر، يعني اكسترا تكستشر في ري، خد بالك باخد اي حاجه في ري. اوكي، مش في ري مثلا كذا، لا انا باخد في ري كذا على طول. ممكن اخد مثلا في ري اليمونيشن اللايت. تمام، مثلا ممكن اخد ايه تاني؟ بسم الله. تمام، الحاجات دي كلها هنعرفها ونطلعها طبعا وهنعرف هنشتغل في ايه. ممكن اخد الريفليكشن والريفراكشن الانعكاس والانكسار. تمام خلاص، ممكن اخد الشادو السبيكلر اللمعه. تمام اوكي، الزد ديبس مثلا العمق، ممكن اخد واير كلر لو عندي تداخل الوان، ممكن اخد المجموعه دي كلها كده ماشي واضيفها عندي طبعا مع ايه؟ مع الدينويزر اللي انا واخده فوق، يعني الدينويزر والاكسترا تكس والكلام ده كله، الدينويزر انا سايبه هنا كده اللي هي المجموعه دي. دي المجموعه دي اللي ممكن اشتغل عليها، كل واحده دول بتديني لايرز بشتغل عليها وبعدل بيها، اقدر ازود اضاءه اقلل الاضاءه اعدل، هو بقى شغل البوست برودكشن. فانا بشتغل بدول بضيفهم عندي عشان شغليه شغل البوست برودكشن. ممكن اوريكم حاجه كده سريعا للعلم بالشيء، لو انا جيت مثلا سي على حاجه كنت شغال فيها بوست برودكشن عشان تبقى فاهم بس الفايلز دي بتنزل ازاي. ايه البوست برودكشن اهو، بسم الله، بروجكت بروجكت بروجكت، فين 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 شكل ابو كحت فين فين ورك، بسم الله، فين فين المشاريع بتاعتنا بروجكت، مثلا اي بروجكت من دول كده اهو. لو انت خدت مثلا حاجه كده من المشاريع اللي احنا بنطلعها، ممكن ناخد حاجه تانية كده اهو، ده المشروع اللي كنا بنتكلم فيه. فهتلاقي هنا مجموعه الحاجات اللي انا ضفتها دي كده اللي هم دول، شايف اول ايه يعني، بص مثلا كده ادي اللايتنج شايفها خلاص، الجلوبال اليمونيشن اللي هو الريفليكشن والريفراكشن، بتطلع لي الصور بالشكل ده كده. تمام، كل الصور دي بعملها ميكس مع بعضها عشان اطلع النتيجه النهائيه اللي ساعتك بتشوفها اللي هي دي كده. يعني كل الحاجات دي بتبقى تراكم مجموعه صور مع بعضها، بطلعها من الماكس عشان يبقى الشكل بتاع الفاينل بتاعي بالشكل اللي ساعتك بتبقى شايفه ده كده خلاص. تمام، الحاجات دي كلها بايه بتظهر، لمعات والكلام اللي انت شايفه ده كله. لو انت شفت مثلا الملف الاصلي اللي طالع من الماكس، عشان بدل الناس بس ما تفتكرش ان الدنيا تبقى ايه كده، اهو ده الملف اللي طالع من الماكس، ده الملف الريندر اللي طالع من الماكس اهو كده، ما افتح لك الملف الريندر كده، ادي الملف اللي طالع من الماكس شايفه، ده الملف اللي طالع من الماكس اهو خلاص. اوكي ماشي، نقربه كده شويه، وده الملف اللي احنا طلعناه بايه بالفوتوشوب، نصغره كده شويه، نحط الاثنين جنب بعض ونتفرج ونقول يا ترى الفرق هبقى عامل ازاي. تمام، بص دي كده وبص دي كده، طبعا هتلاقي الفرق طبعا شاسع جدا، فرق ما بين دي وما بين دي كبير قوي. يعني حتى انت بصيت مثلا على البيدروم كده، بص الفرق هنا ازاي، وبص على البيدروم الفرق هنا ظهر ازاي، شايف كده ايه اللي هو الجزء ظهر السرير ظهر هنا ازاي وظهر السرير هنا عامل ايه. تمام خلاص، فهمنا الكلام ده كده يا جماعه. طب عشان اظبط الكلام ده ماشي، باخد الايه مجموعه الفلاتر اللي انا بضيفها، انا كنت لسه بقول لك عليها من شويه دي يا باشمهندس. تمام، كل الكلام ده كده تمام التمام، وبتبدا تبتدي تظبط الريندر بتاعك، تقول له ريندر، بيبتدي ايه الجهاز يشتغل معاك فيه. تمام كده يا باشمهندسين، حد ليه سؤال في النقطه دي؟ حد ليه سؤال في النقطه دي كده سريعا؟ باشمهندسين حد ليه سؤال؟ ده طيب تمام حلو قوي. طب في نقطه بقى، انا دلوقتي مثلا باشمهندس انا ما خدتش كورس ماكس او ما خدتش كورس في راي، او انا لسه مش فاهم اعدادات الفي راي كويس قوي، وعايز دي اهم الفلاتر يا باشمهندس محمد، دي اهم الفلاتر وعايز اشتغل ماكس تمام، او اشتغل في راي، وانا بصراحه لسه مبتدئ ولسه الدنيا تمام ولسه بفكر بقى كنت اخد كورس ولا لا، ولا
ولا هشتغل ازاي، ومحتاج ان انا اجرب كده مع نفسي. هقول لك الفي ري منزل حاجه جميله جدا سهله وبسيطه، تمام؟ هي اعدادات ريندر جاهزه. لو انت بصيت كده في عندك هنا الفي ري تاب، تمام؟ خلاص مجموعه هنا الفي ري تاب كده موجوده عندك في الجانب الايسر هنا من الشاشه، خلاص الجانب الايسر من الشاشه هنا كده. هتلاقي هنا فوق عندك اللي هو طبعا الريندر، زرار الريندر، وعندك هنا الفي ري فريم بافر اللي احنا كنا بنرندر عليه، تمام؟ اللي هو الفي ري فريم بافر اللي احنا كنا بنرندر عليه من شويه، نطلع عليه الصور زي كده اهو، تمام؟ اوكي. وفي عندك هنا اللي هو السيتنج اللي احنا فاتحينها من شويه اللي هي الاف 10، خلاص تمام اوكي، اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيها. وعندك هنا بقى حاجه اسمها الكويك سيتنج. تعالى بقى الكويك سيتنج ده حاجه كده سريعه للناس اللي عايزه تشتغل ماكس بسرعه. خلاص هو الراجل بيعرف يعمل موديلنج وبيعرف يفرش والكلام ده كله، بس بيجي عند الريندر وبيحتاس، مش عارف في ري، مش فاهم في ري كويس، او ما خدش كورس الفي ري لسه ومحتاج لسه ياخده، بس محتاج يشتغل. هقول لك عشان ما تتعبش نفسك خالص، خش هنا على الجزء ده كده اللي هو الايه الفي ري كويك سيتنج. الراجل بمنتهى البساطه قال لك بص يا باشا، انا عندي اعدادات جاهزه تقدر تشتغل بيها على طول لحد ما تفهم انت عايز توصل لايه، او انت عايز تعمل ايه في البرنامج. قال لك اول حاجه انا بقول لك انت تشتغل اكستيريور، مشروعك اكستيريور، ولا بتتكلم فيه انتيريور، ولا بتتكلم فيه ها الاف اللي هو الفي اف اكس اللي هو الافلام، ولا بتتكلم فيه استوديو سيت اب. طبعا احنا شغلنا يا انت اكستيريور يا ايه يا انتيريور، تمام كده؟ فانا اقول له والله انا هشتغل انتيريور اهو، خلاص انا اخترت له انتيريور. فقال لك البريسيتس الجاهزه بقى، وحاطط لك شويه حاجات كده جاهزه، عايز تشتغل على انهي الانتيريور، خلاص دول الاربعه، خلاص الانتيريور دي بقى معاك. هنا بقى بيقول لك الجي اي اللي احنا كنا بنتكلم فيه، والشيد الضل، وعندك الاي اي كواليتي، سعادتك بتحسب بقى انت عايز الشده والقوه بتاعته عامله ازاي، تمام؟ يعني بص ايه الاي ام كان 30، فاكرين كنا 30 و500 اللي احنا كنا شغالين عليه اقل حاجه. اقدر ازود بقى، بص كده ما ازود اهو، اضرب المؤشر ده نسبه الايه الكواليتي بتاعي هيبقى عامل ازاي. كل ما تزود كل ما تقدر ايه، هو بيزود القيم معاك اهو، تمام؟ يعني ممكن بمنتهى البساطه اظبط الدرجات والقيم اللي انا محتاجها فقط عندي بالشكل اللي شايفه مناسب عندي. فهمنا حاجه كده يا جماعه؟ يعني انا اقدر ازود كده نسبه المشروع، ولا انا بعمل تيست مثلا عايزه 20%، عايزه 25%، لا والله ده عايزه 100%، انت حر. فهمنا حاجه كده يا جماعه؟ خلاص اوكي. فانت بتقدر تزود الكواليتي بتاعك وتبتدي ايه تقلل وتحكم فيه زي ما انت عايز من هنا دايركت مباشره. خلصت هتقول له ايه الرندر بتاعك على طول. يبقى انت كده بمنتهى البساطه مش محتاج مبدئيا، مبدئيا مش عم بقول لك انت ما تعتمدش بنسبه 100% على الكلام ده كله، خلاص ماشي. ده بيبقى اقرب ليك او اسهل ليك على طول لو انت مش فاهم الفي ري كويس، او لسه محتاج تظبط نفسك في الفي ري شويه، او لسه تاخد كورس في ري، تمام؟ فانت تقدر تعمل ايه؟ انا اقدر اشغل نفسي مؤقتا باللي انا شايفه قدامي ده كده، تمام؟ بجيب الكلام ده منين تاني؟ اهو موجود عندي، خلاص في هنا في الكويك سيتنج بتاعتي، خلاص بدوس عليه كليك كده بتظهر عندي اهو. بختار بقى انا هشتغل مثلا انتيريور او اكستيريور زي ما انت عايز، او قلت له مثلا اكستيريور هم عاكس الايه؟ الاعدادات بتاعته. خلاص ابتدي تزود وتقلل زي ما انت عايز في الاعدادات بتاعتك. انا بقول لك مثلا عايز الكواليتي مثلا كام، 50% مثلا، ممكن اقول له 50% اهي، يبقى الكواليتي بتاعي 50%. محتاج مثلا سي الشيدنج بتاعي مثلا 3%، لا ممكن اقول له الشيدنج محتاجه مثلا 30% مثلا مثلا، تمام اوكي. خلاص محتاج مثلا سي الكواليتي بتاعي مثلا ممكن اعلي سنه، تمام؟ السب ديفيجن بتاعي هو مثلا علي، رفعت سب ديفيجن والنويز بتاعي قللت النويز. انا لما توصل لاخر كده النويز بتقل لايه؟ لاقل قيمه بتاعتها. فهمنا كده يا باشمهندسين؟ حد عنده مشكله في اللي انا قلته ده؟ حد عنده مشكله في اللي انا قلته ده؟ باشمهندسين اعزاء، حد عنده اي مشكله في الاعدادات الجاهزه للفي ري؟ باشمهندسه ايمان، هي ما بتغنيش عن الريندر سيت اب العادي، تمام؟ بس دي اسهل للناس اللي هي لسه مبتدئه، والناس اللي ممكن تكون شايفه ان الريندر سيت اب او الفي ري صعب عليهم. لا هو مش صعب جدا، الناس منزلين هو الفي ري كويك، منزلينه ببلاش، تمام؟ وسهل جدا، خلاص الموضوع سهل قوي قوي قوي، مش محتاج حتى تخش بقى تخش تدور وتظبط والكلام ده كله، هو الموضوع بتظبطه من بره من هنا وترندر على طول، هيطلع معاك شغل كويس جدا في الشغل بتاعنا. والله انت فاهم بقى يعني ايه في ري، وعايز تظبط حسب مزاجك انت وتعمل نفسك اعدادات، اوكي مفيش اي مشكله خالص. بالظبط ده صحيح، ما باشمهندس معانا صحيح، عايز تقلل وزود زي ما انت عايز، وظبط اللي انت تشوفه عايز تشتغل عليه براحتك، لو عايز تشتغل عليه على طول. انت فاهم بقى في ري كويس وفاهم التفاصيل بتاعته،
يبقى ممكن سعادتك ايه تظبط الفيري بتاعك من الداخل زي ما انت عايز بالاعدادات اللي انت شايفها مناسبه طبقا لفهمك طبعا للفيري بتاعنا. طبعا واحد يقول لي طب يا باشمهندس انا حبيت بقى موضوع يعني هنا مثلا ايه، واحد يقول لي طب انا كده ريندر ماشي، هقول لك ده اوكي ريندر بس ايه ما تعتمدش عليه بنسبه 100%، ده للناس المبتدئه او الناس اللي هو ايه يعني ايه مش متمكنه قوي من الفيري. ليه؟ لان هنا مثلا احنا كنا بنتكلم في الفيري سيت اب مثلا اهو او الريندر سيت اب بتاعنا ماشي، مش هتلاقي عندك هنا مجموعه الاليمنتس اللي احنا محتاجينها في البوست برودكشن، يعني هنا مفيش اليمنتس شايفها؟ هنا مفيش عندي اليمنتس، الاليمنتس المضطر بقى ايه خلاص بتتكلم في حاجه بقى ادفانسد، انت راجل بقى تبقى بروفيشنال او راجل تبقى محترف بقى في المجال ده لازم تخش جوه الريندر سيت اب تمام. لازم انا بكلمك لما اكون مبتدئ وعايز اسهل عليك الدنيا وعايز تعمل رندر بتاعك تمام كده سريع تمام، انما لو انت بقى داخل كده يعني هنا مفيش رندر سيت اب رندر اليمنتس هنا مش هتلاقيها موجوده هنا، هتلاقي في الرندر سيت اب خلاص دي حاجه معروفه الناس اللي بتشتغل بقى بوست برودكشن وعايز تعدل في المشروع بتاعها وتطلع حاجه كواليتي اعلى وشغل اعلى. حاجه تانية برضو كده انت بتتكلم برضو في الريزوليوشن بتاع الصوره، هنا مش هتلاقي ريزوليوشن الصوره، هنا الريزوليوشن كنت انا برفع يعني اقلل الريزوليوشن بتاع الصوره تمام خلاص. فانا هنا بقى يعني في تحكمات برضو عشان الناس ما تقوليش بس خلاص الرندر سيت اب اللي جوه ده خلاص ملوش لازمه، لا هو ليه لازمه وكل حاجه تمام. احنا بنتكلم عن الناس اللي لسه مبتدئه جديد والناس اللي مستعجله عايز بس ايه تعمل حاجه سريعه مش محتاجه تفاصيل اكتر اوكي، فممكن يشتغل على الكويك سيتنج بتاعنا اللي هو موجود بره ده تمام كده يا باشمهندسين. باشمهندس امام بتسالني تقول الاعدادات دي مش بتطلع فوتوشوب؟ لا بس هي الاعدادات بتطلع لك صوره واحده يا باشمهندسه ايمان، يعني احنا لسه من شويه كده قلنا ان احنا الشوت بتاعنا بيطلع كذا صوره، اللايتنج والباك جراوند والحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها مش هتطلع، هيطلع لك بس ده فقط اللي هو الار جي اللي هو الار جي بي بس اللي هو الفايل الريندر فقط زي اللي انا بعته لكم كده تمام، يعني هيطلع لكم زي اللي انا بعته كده اللي هي الصوره اللي انا بعتها دي فقط لا غير تمام، يعني هتبقى صوره كده اهي ده كده اللي طالع كده تمام ماشي. لو عايز اخدها بقى على الفوتوشوب بعدل عليها ماشي، فانا محتاج حاجات معينه، ايه الحاجات اللي انا ممكن احتاجها عندي هنا؟ انت بقى حضرت معايا يا باشمهندس الكورس البوست برودكشن تقريبا صح؟ حضرت معايا كورس البوست برودكشن اه، فطبعا عاوز بس ازود الاضاءه اقلل الاضاءه الكلام ده كله، فالحاجات دي بتجي لي ماتيريال او ليرات جاهزه وابتدي اعدل فيها. انا هنا ما اعرفش هنا في الصوره دي اعلي الاضاءه دي واقللها كده، لازم يبقى في فايل طالع من الماكس فيه الاضاءه، فايل مثلا فيه الانعكاس، فايل فيه الانكسار، فايل فيه اللمعه الى اخره تمام يا باشمهندس. فمن الكويك هنا مش هطلع لي الكلام ده، هيطلع لي بس الشوت اللي الوحيد فقط لا غير. لا ما عنديش اعدادات سريعه بس بظبط الاعدادات بتاعتها كده تمام. لو حبيت اعدل بقى ببتدي اخش على السيتنج بقى يفتح لي الايه الريندر سيت اب فهمتيني هندسه، يعني لو حبيت اعدل حاجه هو فاتح لي الريندر سيت اب من جوه، يعني هنا مثلا سي عايز اعدل مثلا هنا بقول لك اللي هو ايه هنا شغال ايه بروت فورس تمام ولا ايريديانس ماب مثلا ولايت كاش ولا مثلا ده كده، وابتدي اخش مثلا اقول لك افتح لي بقى السيتنج، هتخش بقى ايه على نفس الريندر سيت اب تاني، لو عايز تعدل حاجه تخش على الريندر سيت اب من جوه تاني فهمتيني، هنا حاجه هتخش على الريندر سيت اب من جوه تمام ماشي. يعني بس كده مجرد حاجه مساعده سهله بسيطه كده في الاول تمام، نقدر ايه للناس المبتدئه، انا بوضح تاني الناس المبتدئه والناس اللي هي مش فاهمه اعدادات رندر كويس ممكن يطلع شغل من هنا معقول تمام. طب ممكن اعمل ميكس ما بين الاثنين؟ ممكن ما عنديش مشكله، ممكن تخش رندر سيت اب كده تعدل الريزوليوشن بتاعك تمام بتاع الصوره، تحدد له الريزوليوشن وقوته في الاول كده ماشي، وتقدر تحط الاليمنتس وتقدر تعتمد بقى الباقي هنا مش مشكله مثلا، يعني على سبيل المثال ممكن اظبط حاجه من جوه ابتدي ايه اطلع من الباقي من بره اشتغل عليها زي ما انت عايز تمام كده يا باشمهندسين. اتمنى ان انا اكون قدمت لكم معلومه كويسه في الماكس تمام. في بعض الناس طبعا بعتت لي ان هم كانوا عايزين كورس ماكس والكلام ده كله ككورس متخصص اكتر او ادفانسد اكتر، ما عنديش مشكله ممكن نبقى نظبطها مع بعض ان شاء الله، دي حاجه ثانيه بقى كده بقى نظبطها باذن الله. لكن اتمنى ان انا على قد ما ربنا وفقني وكرمني في الوقت ده اتمنى اكون قدمت معلومه كويسه وحاولت للناس طبعا اللي فاهمه ماكس او شغاله ماكس قدرت اساعدهم ان هم يطوروا من شغلهم ويفهموا الشغل بشكل افضل تمام. كده اعتقد الحمد لله احنا خلصنا ماكس، لو حد لاقي سؤال يقدر يكتبه يسالني عليه، لان ان شاء الله المحاضره الجايه باذن الله اللي هي بعد بكره هنبتدي نتكلم في الفوتوشوب باذن الرحمن، يبقى كده خلصنا الكاد وخلصنا الماكس وباذن الله على خير هنبدا ان شاء الله الفوتوشوب المعماري المحاضره الجايه باذن الله. اشكركم جميعا، ولو حد لاقي سؤال يتفضل يبقى ابعت لي على الجروب هنا او هنا الواتساب او الفيسبوك تمام،
اكون شاكر ليكم جميعا. تمام، ما تنسوش طبعا اتندنس الحضور، اهو ظهر الفايل بتاعه باشمهندس اسامه مشكورا بعت الاتندنس. تمام، وشكرا لكم جميعا، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.